السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكايزن اورجنايزيشن وعيلة كايزن اورجنايزيشن في كل مكان وأنا فخور جدا يا جماعة وليا كل الشرف إن أنا موجود معاكم دلوقتي وفخور جدا 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 بكل الناس الرائعين اللي موجودين معايا وخلينا يا جماعة نتأكد في البداية لو الصوت بتاعي واضح ولو الدنيا أوكي ابعت رقم واحد على الشات وخلينا نشوف مين الناس الإنتر active لحظه واحده كده يا جماعه الشات موجود والشات شغال panelists can chat with everyone اوكي 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 تمام جدا جدا يا جماعه انا ليه الشرف ان انا موجود معاكم النهارده وشكرا للناس اللي داست رقم واحد على الشات وشكرا للناس اللي موجوده معانا والناس اللي مستعده النهارده لواحده من اقوى الكايزن كولز اللي حصلت في الحياه وان شاء الله النهارده هيكون يوم اكثر من رائع لو احنا اول مره نتقابل فخليني اعرفك بنفسي انا اسلام وصفي صيدلي اصلا خريج كليه صيدله جامعه القاهره وبشتغل في المجال الرائع اللي انا النهارده بتشرف ان انا شريك ليكم فيه بقالي 12 سنه بشتغل في المجال دوت وعايز اقول لكم يا جماعه اني بجد بفتخر بكل يوم بيعدي عليا في الشغلانه دي يمكن بالنسبه لي واحده من احسن القرارات اللي خدتها يا جماعه في حياتي هو اني انضم للشغلانه الرائعه وللبزنس الرائع اللي احنا موجودين فيه النهارده مع بعض فتحياتي لكل الناس اللي موجوده النهارده معانا من هنا من القاهره تحياتي ليكم في كل حته في العالم كله وخليكم جاهزين لواحده من اهم الكايزن كولز على الاطلاق وللناس الجديده يا جماعه اللي اول مره ينضموا معانا او الناس اللي اول مره يحضروا النوع دوت من التشيننجز خليني اقول لك يعني ايه كايزن كول الكايزن كول يا جماعه باختصار هي عباره عن اكتيفيتي مهمه جدا وحاجه في منتهى الاهميه بتحصل عندنا كل يوم واحد في الشهر بيحصل فيها ايه؟ كايزن هي عباره عن ايه؟ وكول هي عباره عن ايه؟ كايزن يا جماعه هي المنظومه التدريبيه اللي انا الحقيقه بفتخر جدا ان انا جزء من المنظومه ديت. منظومة أسست على كونسبت وأساس مهم جداً اسمه الـ Continuous Development التطوير المستمر والحمد لله عايز أقول لكم يا جماعة إن واحدة من أهم الأسباب اللي أدت لنجاح المنظومة ديت ولأن المنظومة دي النهاردة موجودة في حوالي 100 دولة على مستوى العالم أو يمكن أكتر من 100 دولة على مستوى العالم هو فكرة التطوير اللي بيحصل دايماً وفكرة التغيير وفكرة إن إحنا لا نتوقف عن ان احنا نتعلم ولا نتوقف عن ان احنا بنشتغل مهما عملنا نتائج يس مهما كبرنا يس مهما وصلنا يس بنفضل دايما يا جماعه نقول لنفسنا كلمه واحده ومهمه جدا وي didn't start yet احنا لسه ما بداناش البيزنس دوت لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلناش لحاجه احنا لسه ما عملناش اي حاجه عشان نفضل دايما في تطوير ونفضل دايما في نجاح وده يمكن الشق الاول من الجمله اللي معانا والشق الثاني هو الكول الكول ده يا جماعه او الاجتماع الشهري اللي احنا بنعمله مع بعض ده بيحصل يوم واحد في الشهر عايز اقول لكم ان هي حاجه من الحاجات المقدسه جدا عندنا في الاورجانيزيشن بتاعتنا بتحصل بقى النهارده يمكن اكتر من اربع سنين الحاجه ديت بتحصل عشان يتم فيها تكريم الناس اللي تعبت الشهر اللي فات وان احنا نعلن عن الدايركشن او التوجه اللي هيكون موجود في الشهر اللي جاي كايزن اورجانيزيشن لو انت معايا ولو انت مركز ولو انت مجهز ورقتك وقلمك ولو انت يعني ربطت كده الحزام بتاع الامان استعدادا للانطلاق ابعت رقم اثنين على الشات ويلا جماعة نشوف يا جماعة مين الناس المستعدة معانا النهارده كمية جبارة من الناس حرفيا مستعدين وجاهزين بكل ما تحمله الكلمة من معنى خليني يا جماعه اقول لكم ان واحده من ضمن النقط المهمه جدا جدا اللي احنا بنتكلم عنها في الكايزن كول وفي كل المؤتمرات وواحده من دواعي السرور ودواعي الفخر اللي موجوده في الاورجنايزيشن بتاعتنا هو اني اسال كل واحد من الناس اللي موجوده دلوقتي سؤال مهم جدا، انت بتتفرج على الويبنار ده دلوقتي حالا منين؟ البلد اللي انت موجود فيها، ابعت على الشات ويلا نشوف يا جماعه مين من الناس موجود فين وانا شايف انفجار في الشات حاصل مصر، العراق، بلغاريا، المغرب، تونس، العراق تاني سوريا، أنا طبعًا مش لاحق أقرأ، تركيا، فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، الجزائر، السودان، كردستان، العراق، مش لاحق أقرأ عايز أقول لكم خلاص يعني فلتت مني، <applause> أوكي، ليبيا، مالديفز، مالديفز انت يعني بتتفسح ولا انت مالديفي اصلا يعني لو مالديفي مش هتفهمني اوكي <applause> <applause> يلا نشوف يا جماعه اه ايه تاني كازاخستان الكويت مصر تونس الشات هنج يا جماعه من كتر الناس اللي عماله تبعت على الشات عايز اقول لكم الحقيقه ان واحده من ضمن اكتر الحاجات اللي انا بحبها يا جماعه هو ان احنا نكون فعلا فعلا الصوت يا جماعه واضح كده؟ هل يعني الصوت واضح؟ يس yes. تمام اوكي okay. واحده يا جماعه من ضمن الحاجات اللي انا بحبها جدا الحقيقه هو ان احنا نسال الناس انتوا منين النهارده احساس عظيم جدا احساس انك انت يكون عندك فريق رائع وعيله كبيره زي عيله كايزن اورجنايزيشن كده منتشره في كل البلاد ديت بلا استثناء وعشان كده يا جماعه عايز اقول لكم بصراحه بصراحه ان دي من اهم الشغل بتاعنا انه قد ايه شغل النهارده موجود في اماكن كتيره جدا وبيساعد اكبر عدد ممكن من الناس ان هم يغيروا حياتهم الى الافضل. وخلينا يا جماعه اقول لكم واحده من الحاجات اللي تعودنا برضو نعملها في الكايزن كول بتاعتنا هو ان احنا نعمل اناونسمنت على اكتر ثلاث دول عملوا سيلز وعملوا نجاحات وعملوا انجازات في خلال الشهر اللي فات. وعندنا يا جماعه ثلاث دول ثلاث دول قبل ما اقدم بقى اليوم بتاعنا واول قبل ما اقدم اول سبيكر موجود معانا النهارده ثلاث دول يا جماعه عندنا هم التوب ماركتس في شهر يوليو في شهر جولاي يا جماعه كان في ثلاث دول رائعين جدا وعاملين انجازات كبيره جدا فقبل ما نخش على شهر اوجست او من قبل ما نخش على شهر تمانية عايز اقول لكم ان احنا محتاجين نقول شكرا للثلاث دول دول ويلا نشوف يا جماعه مين هيقول ايه؟ شايف الناس يا جماعه بتقول تركيا وناس بتقول مصر وناس بتقول العراق وناس بتقول الاردن وناس بتقول ليبيا وناس بتقول تونسيا وناس بتقول لبنان وناس بتقول يا جماعه الجزائر وتقريبا كل الناس بتقول البلاد بتاعتها ولكن خليني اقول لكم يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه احنا واقعيا في عندنا ثلاثه توب ماركتس موجودين عندنا في شهر جولاي في شهر يوليو يا جماعه عندنا ثلاثه ماركتس ايه هم الثلاثه ماركتس اللي موجودين عندنا في شهر يوليو خليني اقول لك الماركت رقم ثلاثه الماركت رقم ثلاثة يا جماعة الحقيقة هو من الماركتس اللي غالبا بيكون موجود في الصدارة والماركت رقم ثلاثة عندنا هي الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة يا جماعة عايز أقول لكم إن هو الماركت التالت عندنا في التصنيف في شهر يوليو تحياتي لكل الناس اللي بتشتغل على ماركة الامارات، تحياتي لكل الناس اللي موجودة سواء من مصر، من العراق، من المغرب، من الاردن، من لبنان، من كل حتة في الوطن العربي اللي بيشتغلوا على الامارات العربية المتحدة فلكم مني كل الشكر وعايز اقول لكم بجد شكرا على مجهودكم وعلى تعبكم وعلى اللي انتم بتعملوه ويلا يا جماعه ننتقل من الماركت رقم ثلاثه الامارات العربيه المتحده الى الماركت رقم اثنين. الماركت رقم اثنين معانا هو ايه؟ انا شايف نص الشات بيقول العراق والنص الثاني من الشات بيقول مصر وعايز اقول لكم يا جماعه ان المركز الثاني في المبيعات في شهر يوليو هي جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية يا جماعة رقم اثنين مصر بقالها شهور وشهور وهي بتطلع رقم واحد وعايز اقول لكم رقم اثنين في الشهر اللي فات هي مصر يا جماعة ام الدنيا تحياتي لكل الناس المصريين اللي موجودين في الكول وكل الليدرز اللي بيشتغلوا البزنس دوت من قلبهم وكل الناس اللي عملت مؤتمرات في الشهر اللي فات وكل الناس اللي اشتغلت بمنتهى القوة يعني شهادتي مجروحة أكيد في الليدرز المصريين وأكيد أكيد برضو يعني مش هقدر أوفي للناس حقها في الكلام ولكن تحياتي لكم جميعا بالنيابة عن كل أفراد كايزن أورجانيزيشن وننتقل يا جماعة على الماركت رقم واحد. الماركت رقم واحد على مستوى المبيعات في الشهر اللي فات الحقيقة جماعة ماركت يعني كان عزيز إلى قلبي جدا وأصبح عزيز قوي إلى قلبي بشكل أنت لا تتخيلوه في الشهر اللي فات من احسن يا جماعه بجد الاوقات اللي قضيتها يا جماعه كان مع الناس ديت عايز اقول لكم اني منبهر ومتحمس وفخور جدا 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 بالعراق يا جماعه بلاد الرافدين يا جماعه العظمه حصلت في العراق الشهر اللي فات يعني بجد على مستوى السيلز عاملين بومين جبار جدا سيبك حتى كمان من ان هو الماركت رقم واحد في المبيعات ولكن على مستوى النمو الحقيقه في نمو جبار جدا حصل في الماركت عايز اقول لكم يا جماعه انا قعدت 12 يوم في العراق يعني رحت العراق بجد التوقعات بتاعتي كانت اقل بكتير جدا جدا من الحقيقه حاجه يعني في منتهى الروعه حاجه يا جماعه بجد من اكتر الناس الكريمه اللي شفتهم في حياتي من اكتر الناس المضيافين اللي شفتهم في حياتي من اكتر الناس الطيبين والخلوقين اللي شفتهم في حياتي و واكلهم حلو جدا عايز اقول لكم ان انا يعني رحت بحاجه ورجعت اللبس اللي كنت جايبه معايا ما بقاش يدخل فيا فيعني وحشوني بجد جدا الناس الليدرز اللي موجودين في العراق والفريق اللي موجود هناك وانا متاكد ان الماركت دوت حتى على الرا... على ال... بالرغم من النجاحات اللي هو عملها الماركت دوت يا جماعه لسه ما بدأش لحد دلوقتي فلكم مني كل التحيه وكل التقدير من هنا من مصر الى بلاد الرافدين وكل الليدرز الرائعين في العراق وبكده يا جماعه يبقى عندنا الثلاثة ماركت الموجودين الامارات مصر العراق وعايز اقول لك ان الشهر اللي جاي استعد عشان خاطر انك انت تكون سبب رئيسي انت والفريق بتاعك في ان الماركت اللي انت موجود فيه يكون على القمه ويكون نمبر 1 خليني اقول لكم يا جماعه ان انا يمكن ده كان الكلام اللي انا عايز اقوله لك في بدايه الكايزن كول بتاعتنا وعايز اقول لك ان النهارده الكايزن كول هتكون مختلفه كده شويتين وواحده من اكتر الحاجات يا جماعه المختلفه اللي هتحصل النهارده هو يمكن السبيكرز اللي يكونوا موجودين معانا وهتعرف دلوقتي حالا ليه اللي انا بقوله لك دوت وعشان كده انا بقول لك ان الكايزن كل النهارده بادئه بمنتهى القوه وبمنتهى الباور اللي موجود في العالم ولكن قبل ما انتقل يا جماعه على السبيكر الاول اللي موجود معانا عايز اقول لكم ان وجب عليا اني اكلمك عن البروموشن اللي موجود معانا في شهر اوجست في شهر اغسطس في شهر اوت في شهر اب عايز اقول لك انك محتاج تكون عارف ان البروموشن اللي موجود معانا هو السفاير سكسس بروموشن السفاير سكسس بروموشن يا جماعه هو العرض اللي موجود معانا في الشهر اللي احنا داخلين عليه واللي بدا النهارده والبروموشن يا جماعه باختصار هو بدايته يوم يعتبر واحد في الشهر لحد يوم واحد 31 اغسطس وعايز اقول لكم فعليا يا جماعه ان انا يعني بجد من البروموز اللي بحبها جدا جدا هو النوع دوت من البروموشنز، والموضوع يا جماعه هنا عباره عن ايه؟ الموضوع هنا عباره عن ان اي حد هيعمل رتبه السفاير وهيجمع 3200 بي جي في في الفريق بتاعه هياخد 1500 دولار، ازاي؟ خليني اقول لك باختصار جدا يا جماعه خليني اشرح لك احسن على وايت بورد إحنا متفقين مع بعض إحنا يا جماعة متفقين مع بعض إن رتبة السفاير ديت هي عبارة عن الآتي خليني أقول لك كده من أولها من أولها الموضوع عبارة عن إن الشخص باختصار جدا بيبدأ البيزنس أهو بيكون اسمه ديستريبيوتر موزع بيبدأ الشخص يا جماعة يعمل واحد ساين أب على يمينه وواحد ساين على شماله وبيبقى اسمه إكزيكتيف وبكده بيكون عدى المرحلة الأولى في الرتب بتاعتنا، وبعدين يا جماعة بيبدأ إن هو ينتقل على الرتبة اللي بعدها اللي اسمها إيه؟ اسمها رتبة الجيد اكزيكتيف. الجيد اكزيكتيف يا جماعة يعني يبقى عندي أربعة دايركت والأربعة دولت أساعدهم إن هم يكونوا اكزيكتيف. عظيم جدا. طب والرتبة اللي بعدها اسمها البيرل. البيرل عبارة عن إيه؟ إن كمان أربعة يكونوا موجودين معايا يعني يبقى اجمالي 8 اشخاص ساعدتهم يكونوا اكزيكتيف طب والصفاير عباره عن ايه الصفاير يا جماعه عباره عن 12 شخص يكونوا اكزيكتيف موجودين عندي في الفريق بتاعي مبدئيا يا جماعه ال 12 شخص اللي موجودين عندي في الفريق بتاعي عشان خاطر ان انا كنت صفاير وهم اكزيكتيف فعايز اقول لك ان انا استفدت بحاجات كتيره جدا استفدت بايه رقم واحد اني عملت 1500 دولار من البرومو طيب مش بس كده 1500 دولار من البروموشن اللي الشركه منزلاه زائد اني هعمل سايكلز هعمل دورات زائد ان انا هعمل عمولات مباشره عمولات مباشرة يا جماعة وعايز اقول لكم ان هيتعمل ارقام كبيرة جدا، يعني انت بتتكلم ان الصفاير اكزيكتيف اللي هيتعمل الشهر دوت ممكن الشخص اللي هيعمله يكون عامل على الاقل يا جماعة في رينج من 3500 ل 5000 دولار. 5000 دولار يس، تخيل معايا 3000 دولار عمولة مباشرة زائد 1500 دولار بروموشن زائد 500 دولار سايكلز، يعني بنتكلم في 5000 دولار اذا انت قدرت تعمل رتبه السفاير في خلال الشهر اللي احنا موجودين فيه المره دي طيب ببعت لي يا جماعه سؤال يا جماعه من حوى على الشات وبتقول لي طب هو كام سي في مطلوب تخيلوا يا جماعه كام سي في مطلوب مطلوب 3200 سي في 3200 سي في يا جماعه يعني ولا حاجه حرفيا يعني تقريبا اقل من 6 بيزنس باكجز اقل من 6 بيزنس باكجز يس يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو انا اصلا اصلا جيد او لو انا بيرل وبس كل اللي عملته ان انا قفلت الاربعه اللي فاضلين لي هنا عشان خاطر ان انا ابقى سفاير فعايز اقول لك انك انت برضه هتاخد البروموشن وبالتالي الموضوع سهل جدا. طيب دي نقطه او دي اول استفاده، ايه الاستفاده الثانيه اللي هتعود عليا؟ الاستفاده الثانيه يا جماعه اللي هتعود عليا ان انا لما بعمل رتبه السفاير انا ساعد 12 شخص ساعدت 12 شخص انهم يعملوا ايه؟ انهم يبقوا اكزيكتيف، ان هم ياخدوا خطوه، وعايز اقول لك ان واحده من اهم الصفات يا جماعه اللي بتميز الليدر هي فكره ان الليدر هو الشخص اللي بيساعد الناس عشان توصل للهدف، فانت هنا هتبقى ساعدت 12 شخص ان هم يوصلوا للهدف حتى لو هدف صغير، ولكن خليني اقول لك ان الهدف الصغير دوت هو يعتبر بدايه تحقيق اهداف كبيره جدا، اول الغيث قطرة وعشان كده خليني اقول لك لما بتساعد الشخص انه يحقق هدف صغير فانت كده بتعوده على ان هو يحقق الاهداف وهي دي الليدر شيب الحقيقيه. طب النقطة رقم ثلاثه انك بتكون بنيت او صنعت البنيه التحتيه، انت عملت الاساس والبنيه التحتيه بتاعتك وانت كده الموضوع بالنسبه لك خلاص انك انت اسست قاعده الاكزيكتيف بتوعك بتدخل على مرحله بعد كده بتكون بالمناسبه اسهل من المرحله اللي فاتت اسمها مرحله الدورات انك تعمل خمسة 25 انك تعمل صفاير 50 وهكذا لحد ما توصل للدايموند فخلينا اتكلم معاك انك ساعدت ناس وانك نقلت نفسك من مرحله الموزع الى مرحله الليدر وانك كمان عملت حاجه رائعه جدا انك عملت فلوس كتير فعشان كده يا جماعه بالنسبه لي الشهر دوت هو شهر مهم جدا ليه؟ لان البروموشن اللي موجود معانا في الشهر دوت هو واحد من البروموز المهمه لابعد الدرجات، وخليني اقول لك ان مش بس الشهر ده المهم ومش بس البرومو ده المهم، السيشن الجايه كمان يا جماعه مهمه. جدا 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 وعلى غير المعتاد يا جماعه لما بنعمل الكايزن كول جرى العرف ان اللي بيعمل كلوزنج للكايزن كول يا جماعه هو الام دي والتشيف اوف كايزن اورجانيزيشن بمحاضره رائعه جدا بيعملها كل مره ولكن عايز اقول لك المره دي هو هيتكلم في كلام مهم جدا والمره دي هو يتكلم في سيشن يعني مفيدة جدا والمرة دي هو يتكلم في حاجة ناس كتيرة جدا طلبت ان احنا نتكلم فيها في الكايزن كول ديت لأهمية المحتوى بتاع الكلام اللي هو هيتقال دلوقتي فعشان كده عايز اقول لك ان احنا المرة دي وعلى غير العادة هيكون موجود معانا في اول محاضرة واول سبيكر النهاردة يا جماعة موجود معانا هو اللي احنا بنعمله دايما مسك الختام بتاع الكايزن كول بتاعتنا الراجل الرائع اللي انا الحقيقة بتشرف جدا جدا كل مره وانا بقدمه في الكايزن كول هو مش بس يا جماعه حد صديق ليا ومش بس ابلايني هو كمان صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان هو يعرفني على الفرصه ديت وياخد بايدي ويساعدني فيها ويفضل يا جماعه مستمر في ظهري السنين دي كلها. واحده من اكتر الحاجات العظيمه للابلاين بتاعك ممكن يقدمها لك هو انه يحافظ على نفسه قوي ومستمر ويفضل في ظهرك على مدار السنين فانا مدينه يا جماعه الحقيقه بالفضل للراجل اللي هيكون موجود معانا دلوقتي حالا لو انت اول مره تحضر معانا الكايزن كول ولسه جديد معانا فخليني اقولك انت محتاج تشوف الفيديو الدقيقتين اللي جاي دوت قبل الراجل دوت ما يكون موجود معانا عشان تعرف مين هو النكست سبيكر فيا كايزن اورجنايزيشن لو انت ريدي ابعت رقم واحد على الشات ويلا نشوف الفيديو ده مع بعض. مفيش نجاح بالزاي بس دايما النجاح يستاهل عمرها ما كانت بالزاي بس دايما المكافاه في الاخر التعب اللي انت بتتعبه النهارده هتلاقي نتيجته قدام نجاح كبير انت هتوصل له. الناس اللي بتكسرك الكتير واللي بيهدوا فيك النهارده وناس قليله بس هم اللي بيشجعوك. هتلاقي ناس كتيره قوي بتقول لك ازاي عملت كده وازاي وصلت كده واكتر ناس تشجعك هم الناس اللي كانوا بيحبطوك النهارده. بس افتكر ان كل حاجه ليها ثمن لازم تدفعه وهتكون في الاخر هي دي قصتك اللي انت تحكيها. للناس. Climax 2021. Welcome home. فيا اعزائي عيلة كايزن اورجنايزيشن محتاجين ان انتوا تكونوا مستعدين جدا لان الانرجي كلها هتكون معانا دلوقتي حالا والطاقه والشخص يا جماعه اللي علم الملايين من الاشخاص على مستوى العالم ازاي يقدروا ان هم ينجحوا وازاي يقدروا ان هم يكبروا واحد من اهم النتوركرز يا جماعه اللي جم في تاريخ شغلانه البيع المباشر وعايز اقول لكم اني بجد ليا كل الشرف to introduce في الكايزن كول بتاعتنا يا جماعة The MD دي chief of Kaisen organization with double diamond Director, دكتور إسلام محمد هيكون موجود معنا دلوقتي حالا شكرا لكم وقابلكم بعد العالمي اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل وحوش كايزن اورجنايزيشن في كل مكان في العالم، السلام عليكم يا جماعة، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بألف خير، قبل أي حاجة الصوت واضح والدنيا تمام وكله فل، لو الصوت واضح يا ريت تبعتوا لي رقم واحد على الشات يا سلام يا سلام يا سلام اوكي بيرفكت بيرفكت تحيه دبي والله حس ان الموضوع هنا مختلف فاهم الانترنت بيشتغل لوحده قبل ما بتقول الكلام الكلام بيوصل للناس. اوكي طيب اولا يا جماعه الناس اللي اول مره نتقابل وقبل ما ابدا كلامي حتى كمان حابب اشكر يعني اخويا وصاحبي دكتور اسلام وصفي على المقدمه الرائعه جدا دي يا جماعه انا راجل يعني بسيط وعلى الله حكايتي خالص بسيط جدا جدا وابتديت البزنس ده واسمي اسلام محمد ابتديت البزنس ده من 2010 تقريبا 12 سنه بشتغل في بزنس نتورك ماركتنج والدايركت سيلينج يمكن اشتغلت الشغل ده على مدار 12 سنه وبتعلم كل يوم ازاي اشتغل البزنس ده وعايز اقول رساله قبل ما ابدا كلامي لكل الناس ان عشان تنجح في بزنس النتورك ماركتنج لازم تكون بتشتغل البزنس ده كل يوم عشان تنجح في البزنس ده لازم تكون بتشتغل البزنس ده كل يوم علشان في الاول تعمل شويه نتائج بعد شويه يكون موجود معاك ناس بقوا بيعملوا زيك عشان يعملوا شويه نتائج اللي هو بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا كل يوم فانت بتشتغل كل يوم وعندك مجموعه من الناس بدات معاك بتشتغل كل يوم فلما هم يعلموا نفسهم او سوري لما هم يعلموا نفسهم ازاي يكونوا بيشتغلوا كل يوم يبقى انت بتشتغل كل يوم وعندك ناس بتشتغل كل يوم عندهم ناس بتشتغل كل يوم يجيبوا ناس بتشتغل كل يوم بعد كده يكون معاهم ناس بتشتغل كل يوم and so on and so on and so on and so on الموضوع بيكون مختلف تماما ساعتها انت هنا بتبدا تعمل اكبر معدلات النتائج وتعمل اللي انت في يوم من الايام كنت بتحلم انك تعمله ودخلت بسبب بزنس النتورك ماركت طيب خليني ابدا الكلام يا جماعه سريعا جدا علشان انا عايز ادخل في صلب الموضوع على طول. كتير من الناس اللي بتشتغل البيزنس ده بتبقى بتسال نفسها سؤال واحد بس انا محتاج اتعلم ايه؟ الكلام المره اللي فاتت لما اتكلمنا في الكايزن كل اللي فات اتكلمنا عن البيزك سكيلز والمهارات الأساسية اللي الإنسان محتاج يتعلمها مهارات أساسية كتير بتنتهي بالنهاية إنك تحصل على النتيجة اللي أنت بتدور عليها طيب تعال نتكلم مع بعض في شوية كلام مهم جدا وعايز كل الناس معاها ورقة وقلم عشان نكتب مع بعض الكلام اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي ورقتك وقلمك وركز معايا جدا أوكي طيب أول حاجة تعال نتكلم مع بعض اوكي عن ايه المهارات الاساسيه اللي الانسان محتاج يتعلمها محتاج يتعلم انفيتيشن او مكالمات الدعوه زائد برزنتيشن عرض العمل زائد المتابعه اللي هي الفولو زائد الكلوزينج الاحتواء سوري الاغلاق زائد الهاندلنج objection اللي هو احتواء الاعتراضات او الاجابه على الاسئله. دول الخمس مهارات الاساسيه ومعاهم مهاره تانية اسمها مهاره كيفيه تجهيز قائمه الاسماء. طيب النهارده انا هتكلم عن واحده من ضمن اهم المهارات اللي كل الناس بتدور عليها. اللي هي المهارة اللي بمنتهى البساطة جدا لو انت اتعلمتها واتقنتها هتبقى استاذ ورئيس قسم في الشغل بتاعنا هتبقى بالبلدي كده معلم بتعرف تشتغل شغل, شغل تاني. هتبقى انسان بتعرف تعمل نتائج بمنتهى منتهى منتهى البساطه جدا بس لو اتعلمت المهاره دي، المهاره دي لما انا اتعلمتها نتائج يا جماعه حرفيا حرفيا زادت سبع اضعاف. سبع اضعاف النتائج بتاعتك بتزيد بشرط انك انت تتعلم المهاره دي، طب ايه اسلام بقى المهاره دي؟ يلا ركز معايا. المهاره دي اسمها ذا ارت اوف فولو اب او فن المتابعه مع المرشحين. ذا ارت اوف فولو اب او فن المتابعه مع البروسبكتس او مع المرشحين. حلو الكلام. طب تعالى يا اسلام الناس كلها شايفه يا جماعه السكرين عندي صح؟ كلنا كل شايفه الشاشه عندي؟ يس اوكي بيرفكت اللي مش شايف الشاشه انت عندك مشكله في الشاشه ظبط الشاشه طيب خلينا نتكلم يا جماعه فن المتابعه ببساطه جدا انا النهارده ازاي اعمل فولو اب؟ تعالى نتكلم الاول هو يعني ايه اصلا فولو اب؟ يعني ايه متابعه؟ بص هقول على واحده من ضمن اهم المعلومات اللي انت لازم تتعلمها أو لازم تعرفها، أوكي؟ طيب، إيه الحاجة دي؟ إنه أنت النهاردة علشان تطلع ساين أب أو تعمل نتيجة أو تخلي واحد يبدأ معاك الشغل في الأول بتعمل له مكالمة دعوة. حلو. وبعدين يا سام، بعد كده بعمل له برزنتيشن، بشرح له الموضوع، بفهمه يعني إيه البيزنس. نحن في الجزائر نفهم العربية والفرنسية، أنت تكتب بالإنجليزية. فين الانجليزيه؟ مم؟ مم؟ فين الانجليزيه؟ مش حضرتك مش شايف العربيه؟ مش شايفها؟ نركز بقى في العربيه. اوكي؟ طيب المهم يا جماعه الفكره فيت الاول احنا بنعمل دعوه بعد كده برزنتيشن عرض العمل او برزنتاسيون. اوكي؟ بعد كده بتيجي الناس كلها تفهم مفهوم غلط. اكتب بقى معايا. تفهم مفهوم غلط. ايه هو المفهوم الغلط؟ انه عرض العمل ده هو المسؤول عن اتخاذ القرار من المرشحين وده اكبر غلط. اكبر غلط الاجابه اه. يعني ايه يا اسلام؟ يعني النهارده لو انا جيت عرضت عليك فكره لاول مره تدخل الفكره عقلك. السؤال هنا بيقول يا هل ترى هل انت هتقرر وقتي دلوقتي حالا؟ لا امال بتعمل ايه؟ بتقعد تفكر بتقعد تظبط كتير من الناس بعد عرض العمل يا جماعه بيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل مليون حاجه يا يعني اما هو يقعد يفكر مع نفسه او يروح يسال كل الاصحاب والاصدقاء والجيران بيحب ياخد قرار في الجماعه عشان ياخد ثواب الجماعه هل ناس بتعمل حاجات كتيره جدا صح كده؟ طيب الناس الناس اللي بتعمل الكلام ده وما بيلاقيش حد يعمل متابعه معاه، ساعتها الدنيا بتبوظ. ساعتها الشخص ما بياخدش قرار. طب ايه المسؤول يا اسلام ان الناس تاخد قرار؟ المتابعه. المتابعه هي اللي بتخلي الانسان ياخد قرار مش عرض العمل. طيب ابسط لك الموضوع. عرض العمل وركز في الرسمة دي قوي هو عبارة عن زرع الفكرة عرض العمل هو عبارة عن ايه؟ زرع الفكرة انا بزرع الفكرة في دماغ الشخص بوضح له الموضوع ايه الشغل ايه الشركة ايه المنتجات ايه خطة العمولات ايه, إيه القصة صح انا صح يا جماعة؟ اه ده اسمه ايه؟ زرع الفكرة هاي بعد شوية الفكره دي لو قبلت ايجابيات الشخص ده هياخد قرار ويبدا الشغل ولو قبلت سلبيات الشخص ده مش هياخد قرار يلا مين متفق معايا يا جماعه على الكلام دوت مين متفق معايا على الكلام اللي انا بقوله دلوقتي صح 100% مية مية. يس بيرفكت تمام اذا دلوقتي في الاول انت بتعمل برزنتيشن ده عرض الفئة زرع الفكره طيب الشخص بقى لما بيمشي من معاك انا النهارده عملت لك شرحت لك الموضوع يا سيدي انا شرحت لك الشغل انت راجل النهارده شرحت للمرشح بتاعك او البروسبكت الشغل وبعدين بعد ما شرحت له البزنس اوبورتيونيتي بعد ما فهمته كل حاجه الشخص ده بيمشي بقى تفكيره لو تفكيره جاب ايجابيات هيبدا معاك لو تفكيره جاب سوري uh, لو uh, كلامه مع الناس جاب ايجابيات هيبدا معاك يعني اسالك سؤال لو انت النهارده عملت برزنتيشن لواحد والراجل ده يا باشا مشي من البرزنتيشن uh, راح سال كل الناس اللي حواليه فكان الرد بتاع الناس اللي حواليك الاتي يا باشا ده احلى بزنس ده ولا ايه ده البيزنس ده جميل يا راجل ده انا كنت بدور على اي حد بس يكون جوه الموضوع دوت عشان ابدا معاه ايه ده ده انا هبدا انا وماما وناهد واخواتنا كلنا وهنبدا كلنا معاك اسالك سؤال لو المرشح سمع الكلام ده هيبدا اه ولا لا هياخد قرار انه يبدا معاك اه ولا لا ابعتوا لي يا جماعه الشات اهو كل الناس يس 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 100% 100% اه هيبدا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا سؤال حتى اسلام لو ما معهوش فلوس طبعا حتى لو ما معهوش فلوس لانه اللي مش معاه فلوس بيقول مش معايا فلوس ليه؟ عشان مش ضامن النتيجه لو الشخص ده ضمان النتيجه بسبب الكلام الايجابي اللي بيسمعه من الناس اللي حواليه هياخد قرار انه يبدا يا نو صح يا جماعه ولا لا ايوه ولكن السؤال مين المسؤول انه الشخص ده ياخد قرار هل الفكره اللي حضرتك زرعتها في البرزنتيشن ولا الايجابيات اللي هو سمعها ردوا عليا يا جماعه الفكره اللي اتزرعت ولا الايجابيات اللي اتحطت اهو الايجابيات 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 الفكره لو قبلت سلبيات الشخص مش هيقرر يعني تعال اضرب لك مثال لو انت النهارده شرحت الشغل الواحد شرحت البيزنس والشركه والمنتجات وخطه الارباح وشرحت كل حاجه حلو الراجل ده مشي هو اصلا مش واثق من نفسه بربع جنيه واحد يقول لك يا يا عمي يا عم اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش وبعدين انا ايش ضمني لو بدات في حاجه جديده ما اعرفش فيها حاجه ان انا هعمل نتيجه. ادي اول تفكير سلبي جه في عقله. اثنين راح سال صحابه فصحابه قالوا له ايه؟ امم مش ده البزنس اللي انت بت مش عارف بتعمل فيه ايه وبتجيب مين بيروح فين وبيجي منين؟ قال له تقريبا اه. امم مش ده الشغل اللي على النت؟ غالبا اه. مم، مش ده مش عارف. صح ولا مش صح يا معلم وبداوا الناس يقولوا له الكلام دوت السؤال هنا بيقول الشخص ده هيبدا اه ولا لا اهو لا أو لا 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 حلو تعالى بقى اقول لك لو الشخص ده ما بداش ما بداش ليه ما بداش عشان الفكره اللي اتزرعت كانت وحشه لا ما بداش علشان الفكره بعد ما اتزرعت قبلت سلبيات يبقى ايه اللي خلاه ما ياخدش القرار السلبيات حلو يبقى تعالى نتفق مع بعض ان زرع الفكره مش مسؤول عن القرار البرزنتيشن عرض العمل عرض العمل مش المسؤول عن القرار المسؤول عن القرار ايه الفكره بقى دي قبلت ايجابيات ولا قبلت سلبيات اه لو قبلت ايجابيات هيقرر طب ولو قبلت سلبيات مش هيقرر الناس اللي ما بتعملش متابعة على عرض العمل اللي هم عملوه بيسيبوا الحاجة اللي هم عملوها وزرعوها تاخد مصيرها وهي ونصيبها قبلت إيجابيات يبقى أنا ربنا بيحبني قبلت سلبيات يبقى أنا ماليش نصيب إنما الناس الذكية هم اللي بيعملوا إيه بقى؟ هم اللي بيحولوا السلبيات إلى إيجابيات علشان يخلوا الشخص ياخد قرار آه طب وتحويل السلبيات الى ايجابيات دي يا اسلام بتبقى فين في المتابعه وصل الفكره يا جماعه الو وصل الفكره تمام كل الناس يا جماعه تمام بيرفكت اذا انا النهارده لو عاوز اعمل ريزلتس ونتائج قويه عشان كده قلت لك النتائج بتاعتي زادت سبع اضعاف بعد ما ركزت مع موضوع المتابعه ده لانه المتابعه مش يعني الموضوع مش كيمياء الموضوع بروسس ومراحل لازم تتبعها لو ما اتبعتش الشخص مش هيقرر هسالكم سؤال يا جماعه الناس بتقابل ايه اكتر بتقابل سلبيات ولا ايجابيات ردوا علي يا جماعه اهو سلبيات 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 يجي واحد بقى يشرح الشغل الواحد يعمل له برزنتيشن ويقول ما ما اعرفش والله ما اعرفش ما بداش ليه مش عارف مع انه كان اي مبسوط من العرض العام مع انه كان محسسني انه هيبدا يعني مع انه كان مش عارف انا والله كنت حاسس ان هو هيبدأ. ده انا كنت حاسس ده انا كنت حاسس ده انا كنت... ده انت مش متخيل ده انا كنت حاسس والله ان هو هيطلع فلوس ويبدا معايا وكان مبتسم كده وعنده ابتسامه جميله ووشه كان منور و... و... وعلامه الصلاه في اورته يعني اكيد هيبدا ما معروفه بعد كده ما... ما مش عارف ايه اللي حصل له دخل في بق واحد ما مات مش عارف وبعدين انا مستنيه بقى يبدا مستنيه مش هيحصل الا اذا عملت متابعه في ناس بقى دلوقتي فهمتوا يا جماعه قبل اي حاجه عايز افهمك يعني ايه متابعه اهم شيء فهمت يعني ايه متابعه الو فهمتوا يا جماعه ايه اهميه المتابعه فهمت ليه المتابعه دي اهم حاجه في القصه بالكامل حلو تعالى بقى نتكلم بقى ازاي اعمل متابعه حلو موضوع بسيط جدا انا بقى ازاي يا اعمل متابعه يا بيه بالراحه تعمل متابعه عن طريق انك تفهم لا بص اهو في بدات الناس تقول لك كلام مش صح بص يا باشا المتابعه هي عباره عن فن مش عن عن اكتب كده عندك المتابعه فن وليس عن عن اوكي لو سمحت اكتبها عندك كده معلش الناس اللي مش فاهمه عنا عنا هتفهم ان شاء الله باذن الله في المستقبل باذن الله اكتبها بس كده عنه. متابعه فن مش عنا عنا يعني مش اي كلام في الحماده هتبقى بتعمل متابعه المتابعه فن يا استاذ انا بقى ازاي هقول لك دلوقتي ازاي تبقى فنان ونجم واستاذ ورئيس قسم في المتابعه بس امشي معايا خطوه ايه خطوه خطوه طيب اول حاجه رقم واحد المتابعه تبدا قبل بدايه عرض العمل المتابعه تبدا قبل بدايه عرض العمل هيجي واحد لي ايوه بقى ازاي ازاي بص انت النهارده تعال نطلع فوق كده عملنا للراجل مكالمه الدعوه عشان يجي يحضر عرض العمل اه ما بين الدعوه وعرض العمل في عمليه كده اسمها مكالمه التجهيز للمتابعه ازاي يا اسلام اكتب معايا يلا يا جماعه عايز كل الناس تكتب معايا الكلام ده هو. هي مكالمه المكالمه دي بتقول فيها حاجات كتيرة قوي زي ان انت بتاكد على الميعاد وبتجهز بتأكد عرض كتير ولكن الاهم انك تقول له ايه اللي انت هتسمعه النهارده اللي هو عرض العمل اللي انت هتسمعه النهارده والميتنج اللي انت هتدخله النهارده اللي هو عرض العمل هو عباره عن الفكره العامه و الكلام النظري و ايه كمان؟ فكره عامه كلام نظري و30% من الموضوع نقول كمان يا جماعه عرض العمل هتكلم فيه انه ده الفكره العامه الكلام النظري و30% من الموضوع طيب انما في اجتماع اخر هيكون بكره في اجتماع تاني هيكون امتى بكره الاجتماع التاني اللي هو المتابعه طب عشان الناس تفهم عرض العمل يا جماعه هو عباره عن ايه الفكره العامه صح هل انت بتروح في عرض العمل لتفاصيل كتير قوي لا بروح لها في المتابعه صح اه صح ايوه المكالمه دي يا مروه في مكالمه الكونفرميشن برافو عليك تمام طيب عشان كده بقول له ده الفكره العامه الكلام النظري و30% الموضوع اما الاجتماع الاخر اللي هيكون بكره هيكون فيه التفاصيل والتطبيق العملي زائد في 70% من باقي الموضوع هتفهمه انت هتفهمه في الاجتماع الاخر جميل الكلام الو جميل الكلام حلو اذا الشخص ده من قبل من قبل ما يسمع اي شيء فاهم ان الموضوع عباره عن جزئين اوكي عباره عن ايه يا جماعه جزئين الفكره العامه والكلام النظري وال30% ده اللي هيسمعه النهارده هايل وفاهم ان الجزء الثاني هو الاجتماع الاخر التفاصيل التطبيق العملي 70% وصل الكلام وصل الكلام يا جماعه ماشيين مع بعض بيرفكت بيرفكت طب اسلام انا ممكن اقول له مثلا انه النهارده في الميتنج ده ممكن يطلع له اسئله هيكون اجابتها في الاجتماع الاخر اه يعني ممكن اقول له ان الاجتماع الاخر ده هيكون اجابه على اي سؤال هيطلع في عرض العمل وصل الفكره يا جماعه؟ وصل الفكره؟ حلو يبقى رقم واحد المتابعه تبدا قبل نهايه عرض العمل قبل بدايه عرض العمل يا استاذ. تمام وبعدين نخش على المرحله الثانيه. الراجل جه عرض العمل قطه جميله شامعه منوره برنس هو قاعد طول عرض العمل فاهم ان ده الجزء الاول. ده الجزء الاول. لو اي حاجه انا مش فاهمها في الجزء الاول هتتضح في الجزء الثاني فهو تمام مع اي حاجه مش فاهمها. يعني لو هو قاعد في البرزنتيشن قاعد مش فاهم حاجه يقول لك طيب والله اكيد هفهمها في الجزء الجاي في يا نو صح ولا مش صح يا جماعه؟ صح 100% فده بيقلل ان الناس تسد ودانها وهما مش فاهمين حاجه في قلب البرزنتيشن هي دي الفكره طيب وبعدين خلصت البرزنتيشن بعد ما البرزنتيشن خلصت يحصل ايه؟ اكتب معاك الكلام المهم اللي جاي ده او يحط تحتيه 700 خط بعد البرزنتيشن في نوعين من الناس نوع ايجابي بيطلع بعد عرض العمل بعد البرزنتيشن ونوع ما بيبقاش ايجابي سلبي عنده اسئله عنده استفسارات يقول لك اه مش هو ده والكلام دوت اعمل ايه مع الايجابي واعمل ايه مع السلبي اول حاجه بعد عرض العمل ارد بكلمه واحده ايه اكتر حاجه عجبتك في الموضوع والله بص يا اسلام انا اكتر حاجه عجبتني المنتجات، اكتر حاجه عجبتني خطه العملات، اكتر حاجه عجبتني طريقه الشغل، اكتر حاجه عجبتني موضوع العروض الشهريه، اكتر حاجه عجبتني السفر، اكتر بينقي حاجه عجبته، حلو؟ قول له انت المكالمه هي يا جماعه ها بعد عرض العمل، المكالمه بتكون عباره عن ايه؟ انت ما شفتش كل حاجه بكره معادنا الساعة كذا عشان تعرف باقي التفاصيل. أنت لسه ما شفتش كل حاجة؟ بكرة ميعادنا الساعة كذا، الساعة كم؟ الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10، وخلي بالكم يا جماعة الكلام ده أنا بحدده في المكالمة اللي قبل عرض العمل، يعني مكالمة اللي قبل عرض العمل دي بقول له ميعادنا بكره الساعه كذا يعني قبل عرض العمل يا اسلام انا بكون ماكد عليه الميعاد هيكون امتى بتاع المتابعه اه واصله يا جماعه الو واصله واضحه يا جماعه الحته دي يعني في المكالمه اللي قبل عرض العمل بقول له ايه ان ميعادنا بكره الساعه كذا بكون ماكد على الميعاد ومحدده من قبل ما يخش البرزنتيشن تاني من قبل يدخل البرزنتيشن اكون محدد ميعاد المتابعه هايل بعد عرض العمل في ناس ايجابيه بقول له انت لسه ما شفتش كل حاجه بكره ميعادنا الساعه كذا وباكد عليه الميعاد اللي انا قلته له قبل عرض العمل بيرفكت هايل ده لو واحد ايجابي طب لو واحد سلبي لو واحد سلبي بقى واحد بقى طلع بعد البرزنتيشن لك اه مش الشغل ده اللي هو مش بيه. أنا سمعت عنه قبل كده، والناس اللي هم وبعدين الراجل اللي بيتكلم ده بيتكلم كده ليه؟ وبعدين مش عارف إيه؟ وبعدين أنت أساساً وبيبدأ يقول لك بعض الاعتراضات والأسئلة اللي ظهرت جوه عقله أثناء عرض العمل، وبيقولك يقول لك إيه؟ أصل أنا في حاجات كتير ما فهمتهاش، أصل أنا مش عارف إيه؟ ردك عليه بيكون إيه؟ عش أنا عارف إنك هتقول كل الكلام ده عشان كده انا اصلا محدد ليك الميعاد بتاع بكره ماشيين مع بعض يا جماعه ماشيين مع بعض بيرفكت انا عارف اصلا انك هتقول كل الكلام ده عشان كده يا حبيب قلبي انا اصلا ما لك بتاع بكره ايه يا ولد إما انا محدد لك ميعاد بكره ليه يا حبيبي ما انا عارف ان انت منيل على عينك وهتقول كل الكلام ده فهمت بقى انا ليه محدد لك ميعاد بكره علشان كل اللي انت من الاخر كده قلته دلوقتي انا متوقعه وبكره هيتم الاجابه على كل الاسئله بتاعتك ماشيين مع بعض يا جماعه الو ماشيين مع بعض بيرفكت بيرفكت الكلام واضح تمام التمام يبقى دي الخطوة التانية يبقى الخطوة التانية هو ده حلو ايه الخطوة التالتة؟ تالت حاجة الراجل جه الراجل جه <applause> الراجل ده <applause> الراجل جه اوكي الراجل ده يا جماعة بعد جه ميعاد المتابعة خلاص تمام جه ميعاد المتابعة حلو وبعد المتابعة عملي يلا كل الناس يا جماعه عايز تكتب معايا الكلام اللي جاي ده بعد المتابعه في ثلاث انواع من الناس بعد المتابعه في ثلاث انواع من الناس خلاص وممكن الكلام ده برضو يكون بعد عرض العمل النوع الاول اللي مش بيرد اصلا في بعد عرض العمل ناس مش بترد، وبعد المتابعه ناس مش بترد، يلا مين بيحصل معاك كده يا جماعه؟ مين بيحصل معاك كده؟ طيب هقول لحضرتك على شويه من المحرمات، الكلام اللي هقوله ده يا جماعه حرام شرعا وقانونا وكل حاجه. والكلام اللي هقوله لك دلوقتي ده فاهم يعني يعاقب عليه كل القوانين في كل الدول. طيب في ناس بتعمل ايه بقى؟ واحد ما بيردش. يسيبه لا خلينا نقفل بس الايه الشير سكرين كده عشان تركز معانا. واحد ما بيردش اسيبه؟ لا <applause> مش هسيبه معلش انا هتصل بيه 35 مره 45 مره هبقى بطل العالم في الميزد كول شوف انا مش هسيبه انا هفضل وراه مش هسيبه ولازم اجيبه واتصالات اتصالات 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 ده نوع النوع الثاني ده نوع اللي هو اللي بيخلق اعذار للمرشح في عقله بيعمل ايه؟ يقول لك بص هو غالبا دلوقتي ممكن يكون بياكل عشان كده ما ردش عليا فانا هكلمه كمان شويه اتصل مر... بيه تاني ما ردش ممكن اكيد ما ردش عشان مثلا في الحمام مثلا مثلا هكلمه كمان شويه بعد شويه كلمه ما ردش اكيد دلوقتي يعني ممكن يكون مثلا قاعد مع اهله فممكن ما يكونش فاضي دلوقتي هكلمه كمان شويه بص اتصل بي كمان مره ما ردش طب بص انا اقول لك على حاجه انا مش يعني اكيد هو دلوقتي مثلا نام يعني واحد كل وكان في الحمام وبعد كده انشغل فاكيد تعب تعب فنام فانا هكلمه كمان شويه يكون صحي وبتقعد تتصل بيه 47 مره الراجل بيقوم بقى بيشوف تليفونه اللي هو يا حلاوه يا حلاوه انت مكلمه 75 الف مره تفتكر هيبدا معاك ردوا عليا يا جماعه تفتكر هيبدا معاك يلا اكتب معايا المعلومه دي اكتب معايا المعلومه دي لو سمحت لو سمحت Don't be a زنان person. Don't be a زنان person. ما تبقاش بني ادم ملح. ما تبقاش بني ادم رخم. ما تبقاش بني ادم بتضيع البوستر والهيئه بتاعتك قدام المرشحين. غلط كارثه من كوارث الزمن يا عم عنه ما صاينب عنه ما بدا ما يبداش عادي بس ما تقعدش بقى انت بقى ها من هنا في ناس بتعمل حركه بقى العن بيروح يجيب رقم غريب يتصل بيه كتير 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 ما يردش، فيجيب رقم غريب رقم مثلا اخته ولا خالته ولا عمه ولا عمته ولا والده ولا والدته. يقول له معلش يا حاج بس انا عايز اعمل مكالمه تليفون. يقول له ماشي خد يا ابني، فطبعا صاحبه مش عارف مكالمه رقم تليفون الحاج فيتصل بيه. فصاحبه يرد. يقول له ايه يا معلم؟ ايه؟ بتصل بيك يعني وما ها؟ ما بتردش يعني؟ ما انت بتعرف ترد على التليفون، <applause> وانا اللي فاكرك في الحمام اتاريك مش عارف ترد. طب ليه طيب؟ هسألك سؤال، انت كده شبح؟ هل انت كده بطل العالم مثلا؟ هل انت كده تاخد جايزه نوبل في قفش البني ادمين؟ اكيد لا، يا عمي انت كده هتولع فينا كلنا، غلط، غلط، حضرتك غلط. غلطان، يا استاذ انت غلطان، اللي بيعمل كده يا جماعه عايزين يا جماعه نعمل لهم جمعيه اسمها جمعيه الذبح الذبح والاعدام في, مي... في ميادين عامه، فعلا لماهم كده في ميدان ونولع مثلا فيهم مثلا نعمل حاجه غلط غلط يا استاذ غلط ده ده كلام ما عيب عيب ما تعملش كده خلاص يا جماعه فالفكره كلها فين؟ يبقى واحد مش بيرد علاجه ايه يا اللي مش بيرد ده؟ حاجتين يلا اكتب معايا كل ناس اكتب معايا واحد اشوف واحد غيره اروح اكلم مرشح تاني ده ما بيردش اه روح شوف واحد تاني. روح شوف واحد تاني فول ستوب ودونت بي زنان ما تبقاش رخم. حلو كده يا جماعه؟ حلو الكلام؟ ممكن اقصى حاجه تعملها ايه؟ بعد المتابعه او عرض العمل رد لو الراجل ده بيرد عليا آه، تمام ما بيردش أبع... اكلمه مره. هي مكالمه واحده. وبعد كده رساله. انا كلمتك يا حبيب قلبي عشان اظبط معاك الدنيا في الشغل طمني طم عليك عشان انت ما ردتش باي باي شكرا سلام عليكم اكتر من كده ما هتضيعنا وهتموتنا خلاص طيب يبقى واحد الاسبوع الجاي اتنين ركز بقى معايا واكتب الكلام اللي جاي ده عشان ده مهم قوي متابعه او مش متابعه تفاعل على السوشيال ميديا آه طيب يعني إيه يا إسلام؟ هقول لك أنا. واحد ما بيردش عليا ما اتصلش بيه تاني. بس هذا لايك قليل من اللايك واللاف والرياكت والكومنتات والشيرات والتعليقات والاستوريهات اللي أنا عليه. صح ولا مش صح يا جماعة؟ ألو صح عليا؟ يس؟ آه أعمل إيه بقى يا باشا بقى؟ الولد نزل صوره بروفايل love فانا هنزل صورة بروفايل هيعمل لي لفظ نزل مثلا حاجه رحت اعمل له كومنت البنات مثلا واحده نزلت صوره صاحبتك شرحت لها وبعد كده ما ردتش فراح منزله من صوره راحت انت خلال لها ايه؟ احلى بنوته في الدنيا ولا ايه؟ طبعا الكومنت ده بالنسبه لها ايكوال مثلا انت تديها ألف دولار خلاص كده؟ فالفكره كلها فين هي؟ بدات أب 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 الله عليك الله عليكي طب انا بعمل كده ليه يا جماعه؟ عشان التفاعل بتاعك مع الناس اللي مش بترد على السوشيال ميديا بيجبرهم ان هم يتابعوك. خلي بالك اكتب عندك الموضوع ده اللي انت بتتفاعل معاه على السوشيال ميديا هو كمان بيتفاعل معاك. تحس انه ايه مثلا فاهم فرح 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 يعني ايه فرح انا جيت نقطت حضرتك في الفرح فعملت معاك واجب حضرتك هتعمل معايا ايه هتنقطني بالفرح الفرح اللي عندي وتعمل معايا واجب جمعيه ودايره يا بيه قطر ما بيقفش عشان كده الفكره فين لازم تفهم يا استاذ انه الناس وتفاعلك مع الناس على السوشيال ميديا بيخلي الناس تتابعك وهذا هو المطلوب اثباته انا اصلا عايزه تتابعني ليه؟ عشان يتفرج عليا وانا بشتغل. عشان يتفرج عليا وانا بعمل نتائج. عشان يتفرج عليا وانا بحضر مؤتمرات. عشان يشوف الشغل اللي انا كلمته عنه وهو بيكبر يوم بعد يوم. علشان من الاخر يحس بالايجابيه المفرطه اللي انا عايش فيها من الشغل اللي انا بشتغله فيحس انه ندم انه ما بيردش عليا. الو، وصل الفكره يا جماعه؟ واصله الفكره؟ ماشيين مع بعض يبقى ده مع الناس اللي مش بترد مع الناس اللي بترد ده الدور بتاع حضرتك حلو حلو طيب خش على اللي بعده رقم اتنين النقطة التانية في واحد بس يسألني يقول لي إيه؟ طب أنا بقى هفضل بقى أتابعه بقى لحد إمتى كده يا إسلام يا فندم حضرتك تتابعه وهو يتابعك وتتابعوا بعض بس بيتابعوا ويتابعك وتتابعوا بعض، هو يا جماعه في مشكلة لو أنت بتتابع بني آدم؟ يا جماعة؟ لا أتابعه وأروح أشوف واحد تاني، وأروح أشوف واحد تاني، وأروح أشوف واحد تاني، وبعد شوية أعمل ساين أب، او جاي متصور أنا والساين أب. أحسن واحد بدأ معايا النهاردة في الشغل في الدنيا صورة وتنزلها على الستوري، هو يوم جاي داخل على الستوري ولا هي تكون داخلة على الستوري؟ إيه ده؟ ده في ناس بتبدأ معايا، ده الشغل شغال. ده الموضوع غير ما أنا كنت متخيل ها اه 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 اه, آه. حلو 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 فهمتوا الفكرة يا جماعة فين؟ ألو فهمنا الفكرة فين يا جماعة؟ بيرفكت طيب يلا خش على اللي بعده بعد الناس اللي مش بترد في ناس بترد اه بس ناس عارف أنت اللي هم إيه؟ بتوع اه هفكر وأكلمك هظبط واقول لك هحضر أه الفلوس أه هرتب وابقى احكي لك انا بس انا صح <تصحيح> صح والله انا محتاج اصلي صلاه استخاره بس كده وابقى اكلمك في ناس اعرفها بتصلي صلاه استخاره بقى لها 12 سنه عندي انا شرحت لهم الشغل من 12 سنه ولسه بيصلوا صلاه الاستخاره لحد دلوقتي او مستنيين نتيجه ما بتفهمش الموضوع في ايشو عندهم ايه يعني. خلاص في ناس ثانيه بتحضر الفلوس لغايه دلوقتي في ناس جايه في الطريق يا جماعه في الطريق بقى 12 سنه لغايه دلوقتي عشان انا غلطت في المتابعه معاه عشان انا ما عرفتش اعمل معاه متابعه صح يلا كل الناس اكتب معايا الكلام اللي جاي ده وحط تحت 100 خط رقم اثنين الناس المتردده الناس المتردده طيب بصوا يا جماعه انا الناس المتردده دي عندي معاهم نقطة مهمة جدا انت تعمل مع ايه مع واحد متردد ثلاث حاجات واحد المتردد محتاج رقم واحد فرصة لا لحظة واحدة يعني ايه فرصة اسلام شوف اي حد متردد اكتب عندك كده محتاج حد ياخد له قرار المتردد محتاج حد ياخد له قرار طب والشخص اللي هياخد له قرار ياخد له قرار ليه عشان في حاجه محتاج يخسرها اه يا فيروز احنا دايما السبب ايون اوكي طيب المتردد محتاج فرصه طب فرصه زي ايه زي مثلا حاجات اللي خلصت الشهر اللي فات زي الفاوندر باكج دي كانت فرصة؟ اه وهتخلص؟ ايوه ده اسمه ايه يا جماعة؟ اكتب عندك كده عايز كل الناس يا جماعة تكتب عندها كده الخوف من الخسارة ده تعريف الفرصة الفرصة حاجة الناس تخاف تخسرها والحاجة دي بتبقى ليها مدة محددة ما تزيدش عن ثلاث لأربع أيام المدة المحددة ثلاث لاربع ايام بالظبط يا سامر فومو ايفكت اللي هو فير اوف ميسنج اوت الخوف من خساره شيء معين الفيل اوف لوس انا خايف اخسر ده خايف ما ابداش دلوقتي لحسن اخسر الفاوندر خايف ما ابداش دلوقتي لحسن اخسر الماسيف اكشن خايف ما ابداش دلوقتي لحسن اخسر تدريب معين خايف ما ابداش دلوقتي لحسن اخسر ميتنج مع الحد المهم اللي هو قال لي ان انا هقعد معاه لو بدات بالثلاث ايام الجايين دول خايف أه 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 لحسن اخسر حضوري مؤتمر معين، خايف لحسن اخسر أه ان انا اكون مؤهل لتدريب معين، كل الكلام ده كله فرص الناس بتخسرها. ايوه اهو في ناس بعت اهوت اوكي انا دخلت بسبب الفرص دي، انا دخلت بسبب الفرص دي، انا دخلت بسبب الفرص دي. انا دخلت بسبب الفرص دي هل ماشيين مع بعض يا جماعه؟ يبقى رقم واحد فرصه. اثنين النقطه الثانيه مسؤوليه. لا بالراحه بقى يا يعني ايه مسؤوليه؟ بصوا يا جماعه انا هتكلم معاك بصراحه. ايوه برافو عليك يا, هو يا فيروز شفتي فيروز انت كاتبه دخلت بسبب بروموشن صح يا فيروز؟ 100% كل واحد فينا دخل لسبب معين السبب ده كان فرصه حلو؟ طيب رقم اثنين كل الناس يا جماعه اكتب معايا الكلام دوت. المسؤوليه. يعني ايه مسؤوليه؟ يعني فاقد الشيء لا يعطيه. اكتب المعلومه دي عندك، فاقد الشيء لا يعطيه. لو انت النهارده في المتابعه الراجل خلص ومثلا مشي بس لسه ما اخدش قرار في وقتها، انا يا جماعه مش بتكلم عن الكلوزنج، الكلوزنج ده قصه تانية وليه حاجات ثانيه بتكلم عن المتابعه، واحد بدا ومتردد، واحد بدا مش بيرد، واحد بدا ولسه عنده اسئله، ده اللي احنا بنتكلم عنه، الكلوزنج ده ازاي تخلي بقى الشخص يقرر؟ حلو الكلام؟ طيب المسؤوليه دي لازم الشخص علشان يحس بان المتابعه بتاعتك فعاله وهو متردد لازم يحس انك مسؤول عن حاجتين اكتب معايا مسؤول عن واحد كل كلمه بتقولها وده يبان في قوه كلامك ده في قوه كلامك يعني ايه يا اسلام؟ يعني في ناس يا جماعه بتتعامل مع الناس المتردده كده يقول لك اقول له يعني يبدا اقول له يعني يساين اب معايا ولا ما اقولوش؟ اضغط ولا ما اضغطش؟ انا خايف لو انا ضغطت الدنيا ما حلوه طب ولو ما ضغطتش؟ مش عارف برضه صح أنا مش صح يا جماعه؟ مش في ناس بتفكر بالطريقه دي؟ صح؟ صح ولا ساعتها انت بتشتغل البيزنس ده رجل ورا ورجل قدام، عمر ما في حد هيبدا معاك. الناس هتبدا معاك لو حست انك مسؤول عن كل الكلام اللي بتقول 100% يا باشا بقول ايه انت هتبدا معايا ومن الاخر كده انا المسؤول ان شاء الله باذن الله انك تعمل نتائج انا المسؤول عن كل كلمه انا المسؤول ان البرودكت تكون معاك انا المسؤول انك تعمل عمولات انا انا المسؤول هيجي واحد دلوقتي جميل يقول لي ايه يا إفرب بقى انا قلت له انا المسؤول وهو بدا معايا وما اشتغلش وقال لي ها فين الفلوس بقى اللي انت قلت لي هعملها يا عدو الفرحه يا عدو الفرحه يا مكتئب بص انت اساسا هتقول له ده بشرط بشرط اسمه ايه الشرط؟ الشرط انك تشتغل ثلاث ساعات كل يوم انك تحضر تدريبات معانا انك تطبق الكلام اللي بيتقال لك لو عملت الكلام دول انا المسؤول عن انك تعمل نتائج فهمت الفكره الو فهمت الفكره هو الموضوع مسؤوليه مسؤوليه مني تجاهك اه في مقابل التزام انت هتعمله التزمت تمام انا اديت لك المسؤوليه ما التزمتش ما مسؤوليه جيم اوفر وصل الفكره يا جماعه الو وصل الفكره اذا الناس المتردده الناس المتردده كل، اكتب معايا كده، كل كلمة بتقولها مسؤول أنت عنها، الصوت كده رجع تاني يا جماعه الصوت رجع تاني الصوت رجع تاني اوكي طيب يبقى اذا يا جماعه الناس المتردده تمام اوكي الناس المتردده لازم تكون بني ادم مسؤول عن كل كلامك عشان الناس دي تاخد قرار انها تبدا معاك حسدنا النت في دبي يا جماعه دبي اتحسدت يا جماعه حلوان اتضربت يا اخوان اوكي <applause> لحظه واحده بس عشان ندخل من الديفايس الثاني اوكي لحظة واحدة وهنكون على الهواء مباشرة حالا يلا بينا لحظة واحدة لحظة واحدة طيب إذا يا جماعة خلينا نكمل كلام انا النهارده ودي نقطه مهمه جدا زي ما اتفقنا انا النهارده لازم اكون عندي واحد فرصه اتنين مسؤوليه طب وايه كمان يا اسلام مع الناس المتردده يلا اكتب بقى معايا الكلام اللي جاي المهم جدا رقم ثلاثة مع اي انسان متردد مع اي انسان متردد اوكي اه سوري يا جماعه سوري 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 تمام طيب المسؤوليه تكون مسؤول عن كل كلمه بتقولها ده رقم واحد رقم اتنين ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة وحط تحتها 100 خط آه سوري احنا قلناها اهو سوري كل كلمة بتقولها يحس ان انت واثق من اللي انت بتقوله رقم اتنين مسؤول عن النتائج بتاعته وصلت يا وصلت وصلت يا جماعه يبقى انا المسؤول عن كل كلمه انا بقولها عن كل حاجه انا بتكلم فيها يحس بالقوه في كلامي رقم اثنين مسؤول عن انه لما يبدا انا هشيل مسؤوليته واخليه يعمل نتائج لو هو التزم بالحاجات دي طب يلا ركز بقى معايا في الحته الثالثه رقم ثلاثة مع الناس المتردده واحده من ضمن اهم الحاجات اللي محتاج الشخص المتردد انه يشوفها فيك انك تكون بتتكلم عن مستقبلك في الشغل اكتر من مستقبله هو في الشغل اكتب عندك معلومه حط تحتها مليار خط المرشح محتاج انك تتكلم عن مستقبلك انت في الشغل مش عن مستقبله هو ليه الناس بتحب تدور على حد تمشي وراه. مش بتحب الناس اللي تقنعها بهم هيروحوا فين. Share your vision, not their vision. لو انت الفيجن بتاعتك حلوه وجميله هو هيحس انه جزء منها. انما لما انت هتتكلم عن مستقبله هو هو مش واثق في مستقبله اساسا ولا واثق من نفسه ولا واثق انه مش انه يعمل نتائج اساسا يا yes no? hello الو يا نو؟ عشان كده النقطة رقم ثلاثة مع الناس المترددة تتكلم عن مستقبلك في الشغل أكتر من مستقبله ودي واحدة من ضمن أهم الحاجات المهمة ليه؟ People follow success people follow success جميل يا جماعه؟ الو جميل؟ طيب ايه كمان يا اسلام اخر حاجه يا جماعه مع الناس المتردده نفس الكلام بتاع السوشيال ميديا اتابعهم على السوشيال ميديا زي الناس اللي مش بترد حلو؟ حلو طيب ثالث نوع ثالث نوع هو النوع بقى السلبي النوع اللي انا عارف ان في ناس هنا عارف انت ما بتقهوش انا انا يا باشا النوع السلبي ده عايش شبشب واجري وراه زي البورس عارف البورس الصغير ده انا بقى الناس السلبيه دي عايز اجيب شبشب واجري وراهم واديهم بالشبشب زي البورس العيال دي بتجيب لي اكتئاب انت مش متخيل العيال دي يا باشا بتبص بتعمل لي كهربا في وداني كل ما اجي اتكلم عن الشغل ده مش عارف ايه انزل ستوري اه يا هم ال... <applause> الشغل بتاعكم الجامد دوت هو... صح يا جماعه ولا لا؟ صح؟ حلو الناس السلبية دي محتاجة إيه؟ هقول لك على معلومة مهمة جدا 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 حطها في عقلك. الناس السلبية السلبي محتاج يشوف منك حاجتين اتنين، بالإضافة طبعا لفرصة وبالإضافة طبعا للمسؤولية وبالإضافة طبعا إن أنت تشار يور فيجن والكلام ده كله، السلبي محتاج رقم واحد يشوف نتائج او استمراريه في الشغل السلبي لازم يشوف نتائج او استمراريه اقول لك ليه عشان الناس السلبيه دي شويه عالم شكاكه يعني ايه عالم شكاكه يا اما هو شكاك يا اما هو في واحد شكه فبقى هو شكاك تاني الناس السلبيه دي ناس شكاكه بيشكوا خلاص في صوابع رجليهم او هو مش شكاك بس واحد شكه فبقى شكاك حلو كده طيب البني ادم السلبي ده بقى هو هيحس ان الشغل ده حلو امتى؟ لما يحس ان انت الكلمتين اللي انت قلتهم له دول ما كانش حماس البدايات. لما يحس ان الكلمتين اللي انت قلتهم له دول آه مش الكلمتين اللي ايه؟ اللي هو انت كنت سخنان في الموضوع واتعرض عليك فجيت كلمتني فهب بلاله وخلاص. ليه؟ عشان هو محتاج يشوفك هل فعلا الموضوع فعلا بحقه حقيقي؟ هل انت ممكن تستمر في الشغل ده وتركز فيه وتعمل منه نتيجه وتفضل مستمر فيه وشغال شهر اتنين تلاتة اربعة اه لو هو شافك مستمر او شافك عملت نتائج وجهة نظره بتتحول مليون في المائة مية وثمانين درجة ليه اكتب عندك المعلومة دي اكتب عندك المعلومة دي النجاح النجاح صوته اعلى من الكلام النجاح صوته اعلى من الكلام انك تنجح مش عايزك مش محتاج تتكلم انت مش محتاج تتكلم النجاح صوته اعلى من الكلام الاستمراريه الاستمراريه ها؟ الاستمراريه والحماس وانك انت تكون بتشتغل والناس تشوفك بتتحرك ايا بغض هو مش شايف النتيجه هو شايفك متحمس فمتحمس يبقى انت راجل تمام والشغل زي الفل اهم من الكلام هي دي الفكرة. حط تحت الكلام ده 100 مليون خط، يبقى رقم واحد النتائج والاستمرارية بيصنبوا الشخص السلبي. طب ورقم اتنين تاني حاجة ركز بقى معايا إن الشخص ده أكون أه ما كسبش عدائه اللي هو الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية في ناس يا جماعة أول ما بيلاقي واحد سلبي في حياته يا لهوي يعني على اللي بيعمله يا بيعملوا بلوك وحيات ربنا في ناس يا جماعة بتعمل بلوك للناس السلبية بجد اه والله في قاعدة بتقول when the hearts but not when the situations when the hearts but not when the situation يعني ايه اسلام يعني مش لازم تكسب الموقف اكسب قلب البني آدم نفسه خليه يحس انه هو ايه يا عمي يتحرج يقول كلام سلبي يا عمي الشغل وحش من وجه نظره بس هو ما ينفعش يقول كلام وحش ليه عشان انت كنت جميل عشان انت قلت له صباح يا معلم ما فيش مشكلة قصته <applause> فل الفل وبتتابعه وبيتابعك على السوشيال ميديا وصحابه وبنتكلم الاختلاف في الراي لا يفسد لرد قضيه في ناس ما بتعملش كده في ناس تقول لك ايه بقى انت يلا انا اشرح لك الموضوع وانت آه ما تبداش معايا ده انت ليلتك سودا وكمان سلبي وكمان سلبي ده انا هنفخك عشان مونا ده انا هنفخك عشان سلبي غلط 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 تماما يا جماعه المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اكون الشاب او البني ادم اللي مش بيتعارض فكره مع الناس السلبيه بس اتابعه بقى على السوشيال ميديا اتابعه بالابديتس اتابعه بالاخبار اتابعه بكل حاجه جديده اتكلم معاه اخليه يشوف السوشيال ميديا بتاعتي وده النقطه الرابعه اللي انا هتكلم عنها يبقى اول خطوه يا جماعه المتابعه تبدا قبل نهاية بدايه عرض العمل الخطوه الثانيه هي الناس الايجابيه والسلبيه بعد عرض العمل الخطوه الثالثه بعد المتابعه او بعد عرض العمل في ثلاث انواع من الناس عرفنا نتعامل منهم ازاي طب الحاجه الرابعه الحاجه الرابعه اكتب معايا كل الناس يا جماعه اكتبوا معايا اخر حاجه هنتكلم فيها في المتابعه وبعد كده هكلم معاكم في نقطه مهمه جدا الحاجه الرابعه هي حط تحتها 47 مليون خط النقطه الرابعه دي مهمه جدا 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 جدا, جداً. اوكي في قاعده مهمه جدا يا جماعه في الشغل بتاعنا في المتابعه بتقول انك انت النهارده لما تيجي تعمل متابعه مع بروسبكت او مرشح اول حاجه بيعملها ايه؟ بعد ما انت بتعمل معاه متابعه او برزنتيشن بيجري على السوشيال ميديا بتاعتك هو بيجري على الفيسبوك بتاعك فبليز من فضل ما عليك بلاش يخش على الفيسبوك بتاعك يلاقي اكتئاب او يلاقي محتوى تافه او يلاقي مش عارف ايه انا عايزه انا عايزه من اخر كده يشوف انك انت فعليا يو ار دوينج بزنس ان ا جود واي انت بتشتغل الشغل ده فعلا من قلبك الكلام ده ممكن يشوفه في الستوري بتاعتك على السوشيال ميديا الكلام مش لازم تقعد تنزل كل ثانيه ستوري عن الشغل لا بس لازم يكون في ستوري او اتنين كل يوم عن الشغل الستوري دي ايه يعني ايه ستوري يا اسلام الحاله الحاله يا جماعه ها الحاله ليه لان هو انت بتتابعه هو لما يتابعك بقى يشوف ايه لازم لما يتابعك يشوف كلام ايجابي لازم لما يتابعك يشوفك مركز في الشغل لازم لما يتابعك يلاقيك بتصور في المؤتمرات مثلا لو انت حاضر مؤتمر بتصور في الميتنج الاونلاين زائد بتمارس حياتك الطبيعيه بتاكل بتشرب بتطلع بتنزل خارج مع اصحابك بتعمل ايا كان بتعمل ايه بس لازم يحس ان انت يو ار دوينج ذا بزنس انت بتشتغل الشغل انت بتعمل الشغل انت بتمارس الشغل واصله الفكره يا جماعه؟ الو واصله الفكره؟ خلاص؟ السوشيال ميديا دي مهمه جدا فما ينفعش بقى يشوف بقى اكتئاب ولا يشوف حضرتك مثلا متخانقه في البيت مع زوج حضرتك او حضرتك متخانقه مع مراتك انا ليه اشوف الكلام ده على السوشيال ميديا يا استاذ؟ ها ليه؟ ليه اشوف انا الكلام ده على السوشيال ميديا؟ ليه احس انه انه في مؤامره كونيه بتحصل على حضرتك على السوشيال ميديا؟ في ناس ما بتكتب كلام على السوشيال ميديا يا لهوي بيجيب اكتئاب اقسم بالله بحس ان انا لا اله الا الله مالك حبيبي؟ انت كويس؟ ما ينفعش غلط يا جماعه <applause> في ناس بقى من اجلك يا زهراء تهتف الصحراء ده مصيبه ده اللي بيكتب كده ده فده غلط يا جماعه غلط ها فلو سمحت لازم تكون على السوشيال ميديا بني ادم بوزيتيف اهو بوزيتيف ليه؟ لانه لو دخل عندك لقى اي حاجه فيها اكتئاب هيعمل ايه؟ هقول لك على معلومه هيعمل ايه؟ هيقول بينه بنفسه انا ناقص يا اخويا انا ناقص انا ناقص اكتئاب ها أنا ناقص اكتئاب لما هشوف اكتئاب من حضرتك إني لا دي؟ فندم لازم تكون بوزيتيف إيجابي جميل بتشتغل البزنس اللي أنت قلت له عليه وشغال والدنيا حلوة وشكلك مركز فيه هو ده اللي بيخلي الناس الإيجابية والسلبية والمترددة واللي مش بيردوا والداون لاينز يحبوا الشغل بتاعك جدا لما يكون السوشيال ميديا بتاعتك إيجابية ماشيين مع ما بعض ده اسمه ايه يا جماعه بقى السوشيال ميديا دي؟ اسمها المتابعه الغير مباشره. السؤال اللي انا عايز اساله لكل الناس. عرفت ازاي تعمل متابعه؟ الو عرفت ازاي تعمل متابعه؟ مين يا جماعه عرف ازاي يعمل متابعه يا جماعه؟ مين يا جماعه عرف ازاي يعمل متابعه؟ طيب مين يا جماعه كان حاسس ان هو بيغلط كميه اخطاء في المتابعه مرعبه؟ مين حاسس كده يا جماعه؟ اوكي بيرفكت طيب ركز بقى معايا في اخر حاجه قبل ما ارجع المايك ثاني للعظيم الدبل دايركتور دا دكتور اسلام وصفي ركز معايا في الكلام الاخير اللي هقوله لك دلوقتي بص يا عمي كل واحد في الناس اللي موجوده في الميتنج هنا وكل واحد في الحياه محتاج ينجح وكل واحد عايز ينجح صح أنا مش صح يا صح؟ صح ولا مش صح؟ كلنا عايزين ننجح صح؟ كلنا عندنا احلام واهداف نفسنا وصلاة، يمكن انا كنت في تريننج ليدرشيب من يومين وكنت بتكلم معاهم في الكلام ده وحابب ان انا اشير الكلام ده معاكم. كل واحد فينا عنده اهداف واحلام اهي الأهداف والأحلام دي موجودة جوه بوكس ومربع المربع ده مكون من أربع أضلاع المربع ده مكون من أربع أضلاع بعد ما أقولهم لك شوف أنت إيه في الأربع أضلاع دول مش موجود عندك رقم واحد أول ضلع هو الايمان انك تكون مؤمن بحاجتين بالشغل اللي بتشتغله واللي انت بتعمله ومؤمن بانك انت تستحق الاهداف والاحلام دي وعايز توصل لها مهما حصل لانك عمرك ما هتعرف تنتج في حاجه انت مش مؤمن بيها وعمرك ما هتوصل لحاجه انت مش مش حاسس انك هتوصل لها او مش مؤمن انك توصلها مستحيل مستحيل فاول ضلع هو الايمان بعيدا عن الايمان بربنا سبحانه وتعالى لا الايمان ان انت تبقى عندك يقين مؤمن بانه انا هوصل للكلام دوت هو. انا استحق اوصل للكلام ده وانا مؤمن بان الشغل اللي انا بشتغله هيوصلني للكلام ده لو عندك ايمان او بليف 100% 100% الدنيا اختلفت حلو طيب وبعدين الضلع الثاني اسمه ايه الاحسان يعني ايه الاحسان؟ يعني الاتقان. معلش مش هتلاقي نتيجه ولا هتوصل لاهداف واحلام وانت بتعمل الشغل اللي انت بتشتغله اي كلام. او انت ما تعلمتش الشغل اللي انت بتشتغله. في ناس يا جماعه بتيجي تشتغل اي شغل في الدنيا الشغل بتاعنا بالذات عايز يعمل منه نتاجه هو لسه ما اتعلمهوش، ازاي يا عم؟ عايز يعمل منه نتاجه وهو لسه ما مارسهوش. عايز يعمل منه نتائج بمجرد ان هو اتقال له هتعمل واحدين ثلاثة تلاته فنزل عملهم فلازم يلاقي نتيجه حالا مش اسمها كده ربنا بيقول انا لا نضيع اجر من عمل من احسن عملا احسن احسن الاتقان في العمل الاحسان ده بيجي منين؟ بيجي من حاجتين بيجي من كتر الشغل بتتعلم اكتر ورقم اتنين والاهم هو انك تتعلم التعليم ان انا اتعلم الحاجه النهارده لو انت النهارده مش بتعرف تعمل دعوه روح اتعلم الدعوه لو مش بتعرف تعمل برزنتيشن روح اتعلم برزنتيشن بتعرف تعمل متابعه اتعلم اتعلم كلوزنج اتعلم احتواء اعتراضات اتعلم اتعلم عشان تكون الضلع الثاني انت مؤمن باللي بتعمله اه روح بقى اتعلمه جدا جدا عشان توصل لمرحله اسمها مرحله الاحسان طب والحاجه الثالثه هي ايه الافعال العمل في ناس مؤمنه باللي بتعمله وبتعرف تعمله بس ما بيعملوش <applause> في ناس مؤمنه باللي بتعمله وبتعرف تعمله والكارثه انه ما بيعملوش هي دي المشكله المشكله انه يا حبيب قلبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى عارف هيرى من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا مش هيدي نتيجه لحد ما بيتعبش. ربنا مش هيدي نتيجه لحد ما بيسعاش. انسى. 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 العمل هو اساس النجاح. العمل هو اساس النتائج. فايمان واحسان وعمل ثم رقم اربعه والاخيره انك انت يكون عندك صبر وعدم استعجال في الوصول للاهداف بتاعتك. لان الاستعجال بيدمر اليقين في انك توصل اللي انت عايزه في ناس لك يا بس انت كده ده عكس ان انا اعمل نتائج بسرعه لا انا مع انك تعمل نتائج بسرعه مع انك تعمل نتائج بسرعه ولكن مش مع انك تعمل لي افعال بسيطه وعايز نتائج دلوقتي مش مع انك تعمل 3 أربع مكالمات ها فين الساين اب مش مع انك تقابل لي 5 6 7 8 10 مرشحين انا عايز اعمل ساين اب دلوقتي مش مع الكلام دوت انا انا ضد الكلام دوت أنا مع إنك أنت تكون مؤمن باللي أنت بتعمله وبتعمله كويس جدا وبتعمله كتير جدا ورقم أربعة بتعمله كتير وأنت صبور على النتائج، ساعتها بس هتعمل نتيجة، ساعتها بس هتلاقي اللي أنت عايزه، ساعتها بس هتوصل للريزلانس اللي أنت عايزها، ساعتها بس هتوصل لكل حاجة أنت نفسك فيها، ولكن افتكر دايما إن الإيمان والإحسان والعمل ثم الصبر هما دول أساس النجاح في أي حاجة، ومن الآخر اللي عاوز يوصل لاي هدف في حياته اقسم بالله لو وصل له احنا يا جماعه من الاخر كده بادئين في شهر 8 بدايه مختلفه تماما لوحده من ضمن اقوى الرمز اللي هنعملها في تاريخ الكوكب كله هو خطه 90 يوم 90 يوم هيبقوا ضرب نار من شويه كنت لسه قاعد مع الاثنين سبيكرز اللي هيكونوا بعد من شويه حطينا استراتيجيز مرعبه للفتره اللي جايه اللي هتكون نقطه انطلاقه كامله لكل بني ادم بيشتغل في كايزر اورجنايزيشن لكل بني ادم موجود في كايزر اورجنايزيشن عشان في خلال الثلاث شهور الجايين دول بعد نهايه ال 90 يوم دول تعمل نتائج عمرك ما عملتها في حياتك قبل كده تشوف فلوس وتشوف ارقام وتشوف اتشيفمنتس وتشوف اهداف بتتحقق عمرك ما وصلت لها قبل كده الكلام ده في خلال التسعين 90 يوم الجايين دول all what you need كل اللي انت محتاجه is to give the maximum give the maximum وتبقى مؤمن ومحسن وبتعمل وصبور وساعتها هتشوف كل النتائج اللي نفسك فيها تسعين يوم هنشتغل فيهم 90 يوم من النار 90 دايز رن تخيل 90 يوم تركز فيهم 90 يوم تدي الماكسيمم فيهم 90 يوم تتعب فيهم 90 يوم تبذل مجهود واوعدك ان بعد ال 90 يوم دول هتقول لنفسك كلمه واحده بس الحمد لله على نعمه اتخاذ القرار بتاع ان انا اركز 90 يوم اضحي بحاجات تافهه 90 يوم اضحي واشتغل واتعب واطحن 90 يوم وفي نهايه ال 90 يوم توصل لكثير من الاهداف والاحلام اللي نفسك توصل لها جيف ذا ماكسيمم اند جيف ذا جيف ذا ماكسيمم وربنا يكرمكم ويوفقكم وبتمنى لكم كل النجاح والتوفيق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويا جماعه بجد عايز اقول لكم ان انا يعني في قمه التحمس اللي في العالم وفي قمه الحماس عايزين يا جماعه يعني قبل ما الام دي ان شيف اوف كايزن اورجنايزيشن دكتور اسلام محمد يخرج نبعت له ثانك يو على الشات ونوري له كميه اللاف وكميه الفاير وكميه البوزيتيف انرجي يا جماعه اللي موجوده عند كل الناس اللي موجوده في كايزن اورجنايزيشن الحقيقه تريننج فولو اب ولا اروع يا جماعه ولا احسن من كده حاجه بجد تدعو الى الفخر واحده يا جماعه من ضمن الحاجات المحمسه جدا بالنسبه لي هو ان دكتور اسلام محمد يعمل تريننج زي دوت وشايف الانتر اكشن بتاع الناس على الشات وبجد يا جماعه يعني نموذج مشرف كقائد لكايزن اورجنايزيشن مش بس على مستوى الكلام ولكن كمان على مستوى الافعال فشكرا ليك يا دكتور اسلام وشكرا لكل الناس اللي كانت مركزه في السيشن اللي فاتت والسيشن اللي فاتت يا جماعه كانت بناء على طلب الجماهير الناس كانت عايزه السيشن اللي فاتت تكون موجوده فمين يا جماعه حاسس ان هو متحمس ومستعد وخد انرجي كده من السيشن اللي فاتت وجاهز للسيشن اللي جايه لو انت الشخص دوت ابعت رقم واحد على الشات وخلينا نشوف يا جماعه مين في المود ومين ريدي ومين مستعد وهي عندنا جزئين مهمين جدا 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 في الكايزن كول هيبداوا دلوقتي حالا واول جزء يا جماعه هيبدا مع السبيكر القادم والسبيكر القادم يا جماعه ولا اروع حد من اهم ان لم يكن اهم نتوركر النهارده موجود في العالم موجود يا جماعه النهارده ابلاين لاوروبا وابلاين لافريقيا وابلاين للميدل ايست وعايز اقول لكم على الرغم من كل النجاحات والانجازات اللي هو بيعملها ولكن الراجل دوت يا جماعه من اكتر الناس المتواضعه في العالم كله، عايز اقول لكم على حاجه يمكن يعني بنشوف الناس اللي زي الراجل دوت اللي بيعملوا نفس النجاحات ديت وبيعملوا نفس الانجازات ديت بيكونوا قد ايه منعزلين عن الناس، عايشين في برج لوحدهم، ما عندهمش يا جماعه القدر بتاع التواضع، ما عندهمش فكره ان هم يحتكوا بالناس ويتعاملوا معاهم ويتفاعلوا معاهم فرحانين بالسكسس بتاعهم ولكن تخيل ان السبيكر اللي جاي دلوقتي حالا دوت يا جماعه بيعمل اكتر من 500 و600 الف دولار ارباح من شركه جناس اللي انت بتشتغل فيها في الشهر الواحد وعلى الرغم من ذلك هتلاقيه متواضع اكتر من اكتر شخص تواضعا موجود معانا النهارده في الكول هتلاقيه انسان خلوق جدا انسان يا جماعه نموذج يا جماعه للاتيتيود ونموذج للهارد ووركينج بعد الفيديو دوت مباشره هيكون السبيكر العالمي موجود معانا في الكايزن كول ويلا نشوف الفيديو ونكمل كلامنا مع بعض When I first met Damien, he was not a rock star. He was making just enough money to be to just scraping by. Schöne Grüße aus Frankfurt, aus dem Ramada Hotel Frankfurt Messe. So, so, so. the first? First of unser Tool, Ihr erster Blick, ist jetzt verfügbar im Backoffice von mir. Herzlich willkommen in Las Vegas, Wunderland. ganz gerne euch meinen Traum zeigen den ich gefunden habe und zwar sprechen wir über einen Geländewagen einen Lamborghini والساده عايز اقول لكم ان انتم على موعد مهم جدا 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 يا جماعه مع فخر الصناعه يا جماعه الجيرمان ماشين الماكينه الالمانيه يا جماعه مستر ترابل دايموند دايركتور دانيان فاير هيكون موجود معانا دلوقتي حالا كل الناس تبقى ريدي وكل الناس تبقى جاهزه وتكتب كل كلمه وكل حرف ونكون على اهبه الاستعداد مستر دانيان فاير كان يو هير مي اي كان هير يو اي هوب كان هير مي i'm so everybody? proud of you man and we are all so proud of you i'm excited i just realized i'm on the i'm on the different camera so here we go <laughs> okay so i hope everybody is excited for today's kaizen call the month of august right here with us <laughs> What a great moment, one more time, to show that we are the greatest organization in the greatest company at the right time. And you know, actually, I was in Dubai today and I met Dr. Islam Muhammad, and we were talking about all the potential, all the potential that we have right here when. you know, the, the next month will unfold of everything that's in store for us here at Janas. وانا موجود النهارده في دبي واتقابلت مع دكتور اسلام محمد وقد ايه اتكلمنا مع بعض عن الامكانيات اللي موجوده في المنظومه دي وكميه النتائج اللي ممكن تطلع النهارده ان شاء الله مع كايزن اورجنايزيشن في شهر اغسطس مع شركه جناس. You know, we're ready for crazy expansion. We're ready for crazy And new business, we're ready for crazy promotions, incentives, and of course, for the 90 day run that is being launched today. You know, I think always we need to.

We've built a generational brand خليني أقول لكم يا جماعة إن إحنا عندنا أقوى منتجات النهاردة موجودة في الصناعة، عندنا النهاردة شركة بتقدم أقوى خطط عمولات تقريباً طلعنا لحد دلوقتي أكثر من 5 مليار دولار عمولات اتوزعت على الناس. عندنا براند وماركة معتمدة عالمياً في أكثر من 150 دولة النهاردة But of course the thing that really excites me the most Is the global infrastructure, the global infrastructure that we have with Janess, and that allows us and allows you individually to really go all in and to build something massive that can grow all over the globe. واكتر حاجه يا جماعه انا بتدهرني بشركه جناس هي فكره النهارده البنيه التحتيه الموجوده عالميا في 150 دوله فكره النهارده ان انت ايا إن كان انت مقيم فين تقدر تعمل البيزنس ده في 150 بلد وكل الحاجات التانية اللوجستيكيه الشركه مجهزاها لك فدي حاجه النهارده لا تقدر بثمن but it's not only the products and the compensation plan and the infrastructure

to ever meet scott lewis if not it's enough to go on youtube and to put just just put scott lewis and you see this guy he's the most marketable ceo in the world and he is an unbelievable leader and i just want to be in business with people like him اول اسم يا جماعه من الاشخاص اللي احنا بنشتغل معاهم هو سكوت لويس وهم مؤسسين شركه جناس ومش عارف اذا كان في ناس منكم كانوا سعداء الحظ ان هم يتقابلوا معاه شخصيا او يشوفوه في مؤتمرات او رحلات ولكن لو ما حصلش ده تقدر كفايه انك تخش على اليوتيوب وتكتب سكوت لويس عليه هيطلع لك كميه فيديوز عن الراجل ده هتشوف قد ايه ان انت بتتعامل مع واحد من اذكى واكبر وانجح مؤسسين الشركات في العالم كله النهارده وانا يكفيني كدانيا ان انا بشتغل But then there is also another individual in the leadership level that I love and respect, and I'm so excited for you because you're actually going to hear from him right after my session.

Uh, طبعا انتوا عارفينه لان انتوا شفتوا يا جماعه الإعلام بتاع الـ بتاع الكايزن كول النهارده وهو مستر اي كي خليل وهو يعني متحمس جدا انه هيكون موجود معاكم وهيشارك معاكم الرؤيه المستقبليه لشركه جناس ان شاء الله. رايت نو بس بيفور يو جيت تو ليسنت تو ذيس، I want to give you guys my personal testimony about 90 day run here in جناس، because I've done it not only one time but multiple times. طيب قبل ما ننتقل لمستر اي كي انا عايز اشارك معاكم يا جماعه سريعا قصتي الشخصيه وتجربتي الشخصيه مع فكره خطه ال 90 يوم وازاي ان ال 90 يوم ممكن يغيروا في النتائج بتاعتك تماما لان انا عملت الموضوع ده اكتر من مره بالشغل مع جيناس. You know really honestly what brought me myself from the darkness to the light like from being invisible to be visible from from no one to someone really in network marketing It was a 90 day run. خليني اقول لكم يا جماعه ان خطه ال90 يوم دي هي اللي خلتني انتقل من العتمه للنور هي اللي خلتني انتقل من ان انا شخص غير مرئي ان انا شخص اكون مرئي وان الناس بتشوفني ان انا اكون شخص ولا حاجه ان انا اوصل لكل حاجه فعليا السر في النجاح هو خطه ال90 يوم اللي انا عملتها. You know sometimes you get to the point in your business where you are just ready like you know what i mean you're just ready you need the success as bad as you want to breathe it's the moment where you say i am willing and ready to put this in the number one priority of my life and to explode whatever it takes كل واحد مننا بيجي له لحظه معينه في <applause> البيزنس ده بعد فتره من الشغل ان هو بيكون فعلا مستعد للنجاح فعلا واخد قرار النجاح مستعد جدا ان هو ينجح عارف اللي هو يعني فعلا محتاج النجاح زي ما هو محتاج الاكسجين في حياته ومستعد ان يحط البيزنس ده من رقم واحد في اولوياته كلها And this is the, the way that I've felt this is the way that I've felt um, multiple times the first time But also in jeunesse, for example, 2020, two years ago, when COVID came, that was when I said, you know what? Now it's time to explode. Now it's time to step up. And I went all in to a 90-day run, and that's how I hit triple diamond. Yeah, <laughs> and خليني اقول لكم ان انا حسيت الموضوع ده كذا مره يمكن النهارده مع جناس في في 2020 في وقت الكورونا لما كانت موجوده جيت قلت لنفسي لا ده الوقت اللي انا محتاج افجر فيه البيزنس بتاعي دي الفرصه القويه جدا دلوقتي ان انا لازم استغل الوضع بتاع العالم دلوقتي ان انا اشتغل اونلاين وابني اكبر نجاح ليا وبالفعل اشتغلت وعملت خطه 90 يوم وساعتها وصلت لرده التريبل دايموند مع شركه جناس Now, what are the most important ingredients of making a massive success? I want to share that with you now. Number one, you need to take the decision. This is the most important thing. You need to clear your calendar, clear your schedule, be ready to put 100% focus, hundred percent.

قرار ان انت هتنجح في الشغل ده، قرار ان ده الوقت بتاعك، قرار انك هتشتغل الفتره دي بمجهود ما اشتغلتوش في حياتك، قرار ان انت هتفضي كل الحاجات اللي بتاخد من تركيزك وبتاخد من وقتك وبتاخد من طاقتك بالناس اللي حواليك وتفضي جدول مواعيدك وتتفرغ تماما للشغل ده، قرار ان انت تركز 100% مش اقل من 100% تركيز خلال الفتره بتاعة خطه ال يوم دي The second thing only productive activities allowed what I mean by that don't waste your time on social media don't waste your time on designing a flyer don't waste your time to think about the team name or anything like that it's the time for execution what do I mean by that show the plan 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 show the plan, show the plan all day every day. طيب تاني حاجة بعد ما تاخد قرار هو ان انت تركز فقط على الافعال المنتجة على ايه يا شادي على الافعال المنتجة يعني ايه يعني النهاردة ما عودش اضيع وقت ان انا بعمل فلاير او ان انا بعمل اعلان للتدريبات ما عودش اضيع وقت ان انا بختار اسم للفريق قاعد على السوشيال ميديا بضيع وقت على الفيسبوك والكلام ده كل اللي انا محتاج اعمله ان اقضي وقت في التنفيذ تنفيذ ايه ان انا اعمل برزنتيشنز ان انا عرض العمل عرض العمل عرض العمل عرض العمل, عرض العمل عرض

Stay energetic, stay having fun, be passionate. This is what it's all about. The, 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 the dream of Jeunesse, the dream of this organization, the dream of the ranks in your team that we're building, you are going to build it. It's us who's going to build it, it's us, the company. تالت حاجة وهي نقطة من الحاجات المهمة جدا ان انت تفضل عندك الطاقة والحماس وتكون بتستمتع وانت بتشتغل الشغل ده الطاقة والحماس ان يكون عندك شغف وانت بتشتغل ان يكون عندك حلم حلم جناس يا جماعة هو حلم كل واحد فينا حلم جناس انها تبقى رقم واحد حلمنا ان احنا نعمل رتب حلم ان الفريق يكبر حلم ان كل واحد يوصل لكل طموحاته واحلامه فالفكرة كلها انك تكون بتشتغل على احلامك واحلام ناسك في النهاية يا جماعة اللي هيبني شركه جناس واللي هيوصلها للقمه هو احنا ففي النهايه ان انت يبقى عندك الطاقه والحماس وبتستمتع وبتسال على حلمك ده جزء اساسي جدا للنجاح Guys, this is the moment, this is the time. I have so many people running for massive ranks right now. I think like seven people running for diamond in Germany and people running for diamonds in Italy and running for double diamonds. and running for triple diamond and I'm running for the presidential and everybody is ready to take it to a whole nother level. So this is the moment if we all do it together, no one can stop us, nothing can stop us. خلينا لكم يا جماعه ان هي دي اللحظه يا جماعه هو ده الوقت المناسب هو ده الشهر المناسب شهر 8 وبدايتنا دلوقتي كل الناس واخده قرارات ان هي تعمل نجاح ضخم عملاق ما حصلش قبل كده خليني اقول لك عندي سبع اشخاص في المانيا شغالين الشهر ده على رتبه الدايموند وغيرهم موجودين في ايطاليا وناس كتيره شغاله على دبل دايموند وناس كتيره شغاله على تريبل دايموند وانا شخصيا شغال على رتبه البريزيدنشال دايموند فانا عايز اقول لك ان كلنا مجانين مع بعض نازلين نشتغل بقوه ما شفناهاش قبل كده ونعمل نتائج ما عملناهاش قبل كده فهي دي اللحظه المناسبه ان انت تنضم لينا وان انت كمان تكون شغال على اكبر قصه So, are you ready to write the biggest success story that you've ever written? This is the moment. Don't wait, don't delay. It's time for crazy energy. Everything is possible. And I really want to congratulate you for being here, for being with Kaizen Organization. Don't forget, always number one. خليني اقول لكم هل انتم مستعدون يا كايزن اورجنايزيشن عشان تكتب اكبر قصه نجاح ليك ان شاء الله خلال شهر 8 وال90 يوم اللي جايين فلو انت مستعد فخليني اقول لك ان دي اللحظه المناسبه ما فيش ما تستناش اكتر من كده ما تاجلش ما تسوفش ما تقولش بكره ما تقولش الشهر اللي جاي هو ده الشهر اللي احنا هنشتغل فيه مع بعض وهننتقل ثانيه خالص والمستوى تاني خالص، وعايز اقول لكم يا جماعه ان الناس اللي واخده القرار ده اي شيء ممكن يحصل وفعلا المعجزات بتحصل في الشغل ده، وفي النهايه عايز اقول مبروك لكل الناس اللي بتشتغل مع كايزن اورجانيزيشن ان انتم واخدين قرار انك تشتغلوا مع اقوى منظومه بتشتغل في المجال ده ان شاء الله في العالم كله، وانا فخور بيكم جدا وافتكر ان دايما منظومه كايزن رقم واحد وعلى القمه. So let's make everyone proud. I'll see you soon. يلا نخلي كل الناس فخوره بينا واشوفكم قريب عايزين يا جماعه بجد نقول ثانك يو يا جماعه فروم هارتس بالنيابه عن كل شخص في كايزن في كايزن اورجانيزيشن ثانك يو اور تريبل دايموند دايركتور داني ام فاير اند اور جريتنجز فروم هير فور كايرو تو دبي اند سي يو سون ان شاء الله ثانك يو برو ليتس جو عايز اقول لكم يا جماعه الحقيقه انا دايما بتحمس جدا جدا لما اشوف داني انفاير واشوف قد ايه الانرجي اللي موجوده عنده واشوف قد ايه يا جماعه ان هو شخص رائع تخيل الشخص اللي انت شايفه دوت على الرغم من البساطة اللي هو بيتكلم بيها وعلى الرغم من قد ايه هو متواضع ولكن الراجل دوت يا جماعة من اهم الناس اللي موجودة النهاردة على مستوى العالم تخيل ده الراجل دوت ابلاين كايزن اورجانيزيشن مصنف يا جماعة من اهم عشر اشخاص بيشتغلوا الشغل ده على مستوى العالم كله مش بس على مستوى الانكم الدخل بتاعه ولكن كمان على مستوى حجم الفريق بتاعه على مستوى الانجازات على مستوى عدد الدايموندز اللي موجودين عنده في الفريق تخيل ان كل شخص بيبدا البيزنس بتاعنا حلم حياته انه يبقى دايموند الراجل ده يا جماعه عنده يمكن اكتر من 20 دايموند دايركتر موجودين جوه الفريق بتاعه قدر ان هو يساعدهم ان هم يتنقلوا من مرحله لمرحله عشان خاطر ان هم يكونوا يا جماعه على القمه وعايز اقول لكم اني متحمس بعد سيشن دكتور اسلام محمد وبعد سيشن يا جماعه تريبل دايموند دايركتور دانيان فاير وعايز اقول لكم ان السبيكر كمان اللي جاي واللي هيكون قبل الكلوزنج معانا هيكون حد مهم جدا وهيقول مسج مهمه جدا لكل الناس اللي موجودين. خليني اتكلم معاكم يا جماعه واقول لكم ان سر نجاح شركه النهارده زي شركه جناس هي عباره عن الاتي، لحظه واحده. عشان بس اخلي الراجل دوت يكون موجود معانا في الكورس. سر نجاح يا جماعه شركه زي شركه جناس هو في البرودكت الرائعه اللي موجوده فيها ده واحد من ضمن اهم الاسباب اللي موجوده اللي بتخلي الشركه بتاعتنا شركه عملاقه واحده يا جماعه من اهم نقط القوه اللي موجوده جوه شركه جناس بالنسبه لشخص جديد بيبدا البيزنس دوت هو التيم والتيم ليدرز وال والقياده اللي موجوده سواء في الفريق اللي انت موجود فيه اللي هو جزء من كايزن اورجانيزيشن والاهم يا جماعه كمان من الكلام ده كله هو اداره الشركه اداره الشركه يا جماعه والناس اللي قائمين ومسؤولين عن اداره شركه جناس ليهم فضل كبير جدا جدا ليهم فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في ترخيص المنتجات في الريجن بتاعتنا ليهم فضل يا جماعه كبير جدا في ان هم يعملوا لنا قانونيات في الريجن بتاعتنا ليهم فضل كبير جدا في الاكسبانشن التوسع اللي بيحصل في الماركتس بتاعتنا وده يا جماعه كان بيحصل وبيحصل بمنتهى القوه ولكن من اكتر من او من حوالي سنه تقريبا عايز اقول لكم ان انضم لاداره شركه جناس وفي اعلى الرتب في الهيراركي الاداريه في جناس واحد يا جماعه انا بصراحه من اول ما شفته وانا قلت ان احنا رايحين في حته تانية تماما وقلت وي didnt start yet لما شفت الشخص دوت شفت الفيجن بتاعته قد ايه شفت قد ايه هو شخص يا جماعه مش بيشتغل في الاداره في المكتب ولكن بيشتغل على الارض مع الليدرز في الايفنتس في كل حاجه وبصراحه بصراحه كنت متحمس جدا لوجود الشخص دوت اضاف اضافات كبيره جدا كان ليه فضل كبير جدا في نجاحات حصلت الفتره اللي فاتت ولسه الفترة اللي جاية والأهم من ده كله يا جماعة إن الراجل دوت عايز أقول لكم راجل أمريكاني ولكن راجل دمه عربي من لبنان وعايز أقول لكم إني في قمة الفخر والحماس تو انتروديوس معانا يا جماعة في الكول بتاعتنا عايزوا يشوف بقى الإنرجي ويشوف الفاير واللاف وكمية الهارتس وكمية الريدي اللي هتبقى موجودة دلوقتي حالا على الشات عشان هيكون موجود معانا يا جماعه البيزنس ديفلوبمنت مانجر يا جماعه واهم شخص النهارده موجود في اداره شركه جناس مستر اي كي خليل يا جماعه لينا كل الشرف تو انتروديوس هام في الكول بتاعتنا وخليكم ريدي Hey إسلام how are you? I miss you. I wish you were here. I'm in Dubai right now. I had a chance to meet with Islam Muhammad and uh, what an amazing time. Dr. Islam Dr. Islam Muhammad Right now I'm in Dubai and I'm so excited because we've had some incredible meetings. We're talking about the future to see the excitement with Danian and Islam and so many other leaders that we've been speaking to. I have never been more excited in my entire career. أنا دلوقتي يا جماعة حالياً بكلمكم من دبي وعايز أقول لكم يا جماعة إن أنا قاعد في دبي هنا قاعدين بنتكلم عن المستقبل يا جماعة، قاعدين بنتكلم واحنا قاعدين بكمية الحماس قابلت دانيان، قابلت دكتور إسلام محمد، قابلت ليدرز كتيرة هنا وقاعدين بنخطط للمستقبل وخليني أقول لك إن أنا ما كنتش متحمس في حياتي أكتر من الحماس اللي أنا حاسس بيه في اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي. I was talking to Islam, uh, Dr. Islam Muhammad today, and I said, I'm so excited about the region and the potential. And I believe we haven't even done one tenth of our potential. ولسه كنت قاعد مع دكتور اسلام النهارده وكنت بتكلم معاه قد ايه انا متحمس لمنطقه الوطن العربي وكنت بتكلم معاه قد ايه ان في امكانيات غير طبيعيه في المنطقه دي وان لحد اللحظه دي وكميه النجاحات اللي احنا وصلنا لها احنا لسه ما وصلناش لواحد على عشره من الامكانيات اللي احنا نقدر نعملها في منطقه الوطن العربي. And you know I've been doing this business now for over 20 years and I've been a distributor, I've been a a president, I've been an owner, I, I've done every part of this business and I've traveled all over the world. خليني اقول لكم ان انا بشتغل في صناعه البيع المباشر النهارده بقى لي اكتر من 20 سنه في هذا المجال وخلال ال 20 سنه دي اشتغلت كرئيس لشركات وكمؤسس لشركات وكمدير وكحاجات كتيره جدا وكنت بسافر العالم واشوف كميه الناس وكميه جنسيات وكميه ثقافات مختلفه. And what I can tell you

in any company. I don't care where it's from, what product they have, what compensation they have, the most important thing are the people. لان خليني اقول لك ان اهم شيء في اي شركه بيع مباشر بتشتغل معاها النهارده انا ما يهمنيش جنسيه الشركه ايه، ما يهمنيش المنتجات اللي بتبيعها ايه، ما يهمنيش طريقه الارباح بتاعتها ايه، ولكن اهم شيء هي الاشخاص اللي انت قايمه عليها الشركه دي. And when I look at this team, when I look at this group, when I look at all the people that are on this call over 2 3000 people, I know this is an incredible group of individuals that are destined to win. خليني اقول لكم ان انا لما ببص هنا بقى على الاشخاص دول الفريق ده المجموعه دي من الناس يا جماعه كايزن اورجنايزيشن النهارده لما ببص على الناس اللي بتسمعني دلوقتي اكتر من 2000 3000 شخص من الوطن العربي هم دول الناس اللي هيعملوا التغيير وهيعملوا التحول الكامل في المنطقه دي You see, when I was speaking with Danny and Dr. Islam today, we were talking about the next 90 days and we, how, how they want to create a revolution In every person's life in the next 90 days, and have more ranks, more stories, more checks happen in this time. خليني أقول لكم النهارده في إطار كلامي مع دانيال فاير ودكتور إسلام محمد وكنا بنتكلم وكان بيتكلموا معايا إن هم التسعين 90 يوم اللي جايين قد إيه عايزين يعملوا ثورة يا جماعة في الـ Network ثورة في النتائج، ثورة في عدد الناس اللي بتحمل رانكات ودخل كل شخص موجود في الفريق يكون بيتضاعف وقصة نجاحه تكون بتتكتب There's a beautiful piece of wisdom that I heard a long time ago that stuck with me. And it says that most of the time, the very thing that's holding us back, that's weighing us down, is the same thing that we hold on to. إن أغلب الأوقات يا جماعة الحاجات اللي اللي بتعطلنا، الحاجات اللي بتشدنا لورا، الحاجات اللي بتخلينا نرجع للأسوأ هي الحاجات اللي إحنا عمالين متمسكين بيها دايما. And my question to everybody on this call, because I promise you we all want something bigger for every single person. سؤالي لكل شخص موجود معانا في المكالمه النهارده لان انا اوعدك ان احنا عايزين شيء اكبر بكتير لكل شخص بيسمعني النهارده. Are you holding on to something that's holding you back? هل انت الشيء اللي انت متمسك بيه شيء بيعطلك وبيرجعك لورا؟ and, and I, I had a I had a meeting uh, yesterday in the morning and I had somebody and they asked me a very important question. And he said, he said, AK, what is the one thing you can tell me that will, will help me grow, that'll help me hit new ranks, that'll help me build a bigger business? لي, لي, واحدة, حاجة, إن 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 because most of the time, it's our mindset and the way we think. We put our own limitations on ourselves. It isn't the limitations of the opportunity or the business or the company, it's the limitations we place on ourselves. خليني اقول لكم ان اغلب الوقت يا جماعه الموضوع بيتحكم في المايند ست وطريقه التفكير بتاعتك. النهارده يا جماعه القيود اللي بتتحط مش قيود من الفرصه او الشركه او الظروف او الحياه، القيود دايما بتكون القيود العقليه اللي احنا بنحطها في طريقه التفكير بتاعتنا، في الامكانيه، في عقلنا اللي احنا بنقول لنفسنا عليها. You see when I look at myself, I have I have every reason to fail. in every single thing I've done, but I continue to dream bigger, to think bigger, to push myself and to lead by example. خليني اقول لك ان انا لما ابص على نفسي بلاقي نفسي عندي اسباب كتيره جدا كانت ممكن تخليني افشل في المجال ده وافشل في حياتي ولكن ان انا بصيت لنفسي انا خدت قرار ان انا افكر بشكل كبير وان انا احلم حلم كبير وان انا اكون قائد عظيم وفعليا اكون بقود الناس بالقدوه الحسنه واكون اول واحد بيعمل الحاجات دي.

You have a company that's allowing you to do business in all of these markets and, and paying commissions and has these promotions and has these bonuses and has these trips and has these incentives and has all these products. خليني اقول لك وعندك شركه رائعه جدا بتساعدك انك تعمل البيزنس ده في كميه الدول الكتيره الموجوده في العالم وفي منطقه الوطن العربي وعندها منتجات رائعه وعندها عروض رائعه بتتعمل وسفريات رائعه تساعدك ان انت تنجح في الشغل ده. But despite all the things that all of us have right here, right now, it's still easy to find a reason not to take action. اللي عندنا, اللي بتمتلكها, I want you to know that I truly believe, and I've said this before, that the Middle East region, in my opinion, has the potential to be the single biggest region in all of Janas. العربي هي لديها إنها تكون رقم واحد مبيعًا في شركة جناس في العالم كله. And I believe it's directly because of all of you and the people that we have. وانا مؤمن بده جدا بسبب الاشخاص الرائعين اللي موجودين في الوطن العربي اللي هو انتم والقاده العظيمين اللي انتم بتشتغلوا معاهم and i want you to think about what i just said being the biggest being the strongest being the fastest growing that's going to have challenges بس خليني عايزك تفكر معايا كده ان انت تكون المنطقه كوطن العربي انك تكون المنطقه الاكبر، المنطقه الاقوى، المنطقه الاسرع نموا في العالم ده هيكون محتاج ان انت هتعدي بتحديات معاه. But I know that if we work together, if we stick together, if we run as hard as we can over the next 90 days, any obstacle that exists can be overcome. ولكن اللي انا مؤمن بيه جدا ان احنا لو اشتغلنا مع بعض كتف في كتف، ظهرنا في ظهر بعض، واشتغلنا في خطه ال 90 يوم، وعملنا التحول الكامل في كل شخص عندنا في البيزنس بتاعه، هنعمل نتائج مختلفه جدا في منطقه الوطن العربي. You know, I talked to uh, to Damien and Dr. Islam today, and I told them that they can count on me and they can count on Scott and they can count on our team to do everything possible to help this organization win. النهارده وانا بتكلم مع دانيان ودكتور اسلام محمد قلت لهم ان انتم تقدروا تعتمدوا عليا وتعتمدوا على سكوت لويس لكل التسهيلات اللي انتم محتاجينها علشان خاطر الفريق ده يكبر ويغزو منطقه الوطن العربي ويبقى رقم واحد على مستوى العالم. I really believe that we have an opportunity to make real history in this business together. I really believe that. I spoke to Kyle Copeland today, and I spoke to some of the team. We're gonna we're gonna work on fin on fixing any product challenge that exists. We're gonna work on fixing any different registrations that exist. We're gonna keep working until we get it where it's operating like all the other markets in the world. النهارده كنت بتكلم مع كايل كوبلنت وخليني اقول لك يا جماعه ان احنا بنشتغل دلوقتي واوعدكم ان احنا اي دوله هيكون فيها مشاكل في عمليه المنتجات او توفر المنتجات الموضوع ده هينتهي تماما وهنحل المشاكل دي، اي دوله هيكون فيها صعوبه في التسجيل او الكلام ده كله برده هنشيل الكلام ده وهنعالج كل المشاكل دي، واوعدكم باذن الله ان الوطن العربي هتكون منطقه زي بقيه الدول في العالم اللي فيها كل التسهيلات وكل المنتجات وكل التسجيل متوفر فيها بسهوله. You have my commitment. We're going to be setting up calls every week to work on the products, to work on the inventory, to work on the shipping and logistics, because we want to make sure that we're giving you all the tools in order to grow. خليني اقول لكم يا جماعه دي كلمتي اللي انا بديها لكم دلوقتي وخليني اقول لك ان احنا هنعمل اجتماع اسبوعي دايما علشان نتابع القصه دي كل اسبوع هنطلع كل اسبوع مع القاده علشان نشوف توفر المنتجات الانفنتوري المخازن التوافر بتاع المنتجات في المخازن انها تكفي الشحن اللوجستيكيات كل القصص دي علشان خاطر ما يبقاش في اي مشاكل من موضوع البنيه التحتيه في الوطن العربي بالكامل. And I know it's challenging especially in some of the markets that we're operating in. I do understand that. but you have our commitment to come up with solutions and being a pioneer i mean that's what you know that's sometimes the territory you you do have to go through the challenges انا عارف ان هي الموضوع صعب في بعض الاسواق اللي احنا بنشتغل فيها ولكن انتوا عندكم كلمتي يا جماعه انا بديكو كلمتي ان انا اي will work وهشتغل ان احنا نحل المواضيع دي ولكن دايما بيكون الناس اللي في البدايه والناس اللي في اول السوق هي الناس اللي على قد ما بتاخد النجاح على قد ما بتعدي بالصعوبات والتحديات دي ولكن ان شاء الله الفتره اللي جايه كل حاجه هتكون متظبطه في الوطن العربي you know i gave i gave my commitment i know scott gave his commitment the rest of the team has we're going keep working together we're going to build something great and special. So we love you guys, and I really hope to see all of you soon. أنا حطيت التزامي في الموضوع ده سكوت حط التزامه في الموضوع ده كل قيادات الشركة حط التزامها في الموضوع ده فإحنا بنحبكم وبنثق فيكم ودلوقتي ده الدور عليكم إن إحنا نشتغل ونكبر الدنيا وبحبكم جدا ولا يمكننا الانتظار حتى أراكم قريبا جميعا Thank you guys Thank you Dr. Islam Thank you, Mr. A.K. You. خليل. And we are so happy to have you in our call. عايزين يا جماعه على الشات كده يا جماعه كميه فاير وكميه thank you على الشات للجست سبيكر الرائع معانا النهارده مستر علي خليل يا جماعه اللي انا يعني كل الشكر على وجودك معانا النهارده وبشكرك بالنيابه عن كل شخص في Kaizen organization شكرا ليك. وعايز اقول لكم يا جماعه انا بتحمس جدا لما بشوف الراجل دوت وعايز اشكر برضو بالمناسبه قبل ما يقفل الكاميرا بتاعته دكتور شادي طارق يا جماعه على الترانسليشن الرائعه يا دكتوره احنا بجد عاجزين عن الشكر احسن مترجم في العالم كله وبجد شكرا للدكتور شادي على الكوميتمنت بتاعك وشكرا على الاونر اللي موجود عندك كل الناس بتشكرك على الشات وبتشكر مستر اي كي ودانيان فاير ودكتور اسلام محمد وعايز اقول لكم يا جماعه واحده من اقوى الحاجات اللي موجوده في الشغلانه بتاعتنا هي فكره الفاميلي فكره العيله فكره ان اكتر من شخص كل واحد فيهم بيتجه في اتجاه مختلف عشان كل الناس دي كلها مع بعض تقدر ان تساعد بعض يوصلوا للتارجت بتاعهم والاهداف بتاعتهم وخلينا اتكلم معاك في الكلام الاخير اللي هتسمعه في الكايزن كول النهارده يمكن احنا قدامنا يعني مش اكتر من نص ساعة إن شاء الله ونكون مخلصين كل حاجة، وعايز أتكلم معاكم يا جماعة وأقول لكم بجد إن البزنس بتاعنا قد إيه هو بزنس رائع وقد إيه هو بزنس بيغير حياة الناس وقد إيه هو بزنس يمكن لما اتعرض عليا زمان أنا ما كنتش شايف الصورة الحقيقية للشغل دوت. هشاركك النهاردة بتجربة كده الحقيقة بالنسبة لي يمكن تكون تجربة مفيدة لكل الناس اللي موجودين لأن التجربة ديت كانت بالنسبة لي أنا شخصياً هي عباره يعني عن لايف changing حاجه يا جماعه غيرت لي حياتي بكل ما تحمله الكلمه من معنى زمان لما اتعرض عليا البيزنس دوت انا ما كنتش اكتر حد يعني متحمس للموضوع ما كنتش يا جماعه مصدق ان الاونلاين بيزنس فعلا فعلا ممكن يغير حياه الناس بالشكل ده ما كنتش يا جماعه متخيل فعلا ان ممكن بني ادم يعمل حاجه كبيره من الشغل دوت بالمناسبه لما اتعرض عليا يا جماعه البيزنس دوت من 12 سنه كان الوضع غير الوضع تماما فكره ان شخص يكسب عن طريق الانترنت كانت حاجه محتاجه شخص يكون عنده نوع من انواع المغامره عشان خاطر ان هو يبدا في مشروع زي ده زمان يا جماعه لما تعرض عليا البيزنس دوت من الراجل اللي كان بيتكلم من شويه الدبل دايموند دايركتور دكتور اسلام محمد وعلى الرغم ان هو كان صاحبي جدا وعلى الرغم ان هو كان قريب مني جدا ولكن عايز اقول لكم اني كنت يعني مش مصدق تماما الشغل ده كان عندي يا جماعه اسئله كده في عقلي بتدور في ذهني زي ايه؟ زي طيب لو البزنس ده حلو قوي كده ليه مش كل الناس اللي في الدنيا بدات فيه؟ وليه مش كل الناس نتائجها اتغيرت؟ وليه مش كل الناس حياتها اتغيرت؟ وشايف يا جماعه ناس حتى على الشات بتبعت لي نفس الموضوع ان هو اساسا اساسا لو البزنس ده حلو قوي كده بيفكروا بنفس المنتاليتي بتاعتي، ليه حياتهم ما اتغيرتش؟ ليه النهارده في ناس لسه ما تعرفش عن الشغل بتاعنا؟ ليه النهارده في احيانا بعض الناس بتتكلم سلبي عن الشغل بتاعنا؟ طب سيبك من الكلام ده كله، يعني الشغل دوت لو حلو قوي كده ليه في ناس بترفضه؟ ليه في ناس لما بتبدا حتى البيزنس بتاعنا ما بتنجحش فيه؟ كان بالنسبه لي يا جماعه الموضوع دوت سؤال مهم جدا موجود جوه عقلي، وعايز اقول لكم ان يمكن من 12 سنه انك تصدق انك هتشتغل في بيزنس اونلاين ما كانش زي النهارده خالص. من 12 سنه يا جماعه ما كانش الفيسبوك زي دلوقتي، ما كانش فيه انتشار للسوشيال ميديا، كانش فيه حاجه اسمها انستجرام. تخيلوا يا جماعه انا دخلت البيزنس دوت زمان قبل ما يكون في واتساب من ايام الموبايلات اللي هي اللي بتتصل وبترد والكلام دوت وباخرك خالص في الانترتينمنت انك تلعب لعبه التعبان. عارفين يا جماعه اللعبه بتاعت التعبان اللي بيقعد يلف حوالين نفسه وياكل نفسه ده؟ عايز اقول لك ده كان اقصى مراحل الترفيه اللي في العالم. الانترنت يا جماعه بالنسبه لنا في الوقت دوت كان عباره عن الانترنت كافيه، السايبر. تخيل انا كنت بعمل زمان الساين ابس بتاعتي باخد البيانات بتاعت الشخص واروح السايبر بالليل على الانترنت كافيه اعمل الساين ابس بتاعت الشخص ما كانش فيه بقى السمارت فونز زي دلوقتي ولا بقى فكره كان عندنا يا جماعه مثلا النتورك فيها 500 واحد فيها واحد عنده لابتوب <applause> 500 اغنى واحد في النتورك اوكي فتخيل تخيل لما انا دخلت البيزنس دوت بعد فتره اخترعوا حاجه اسمها البي بي ام البلاك بيري ماسنجر ده كان موضوع البلاك بيري ماسنجر في وقتنا الناس اللي فوق ال 30 سنه يفهموا انا بقول ايه كان حوار يا جماعه البي بي ام وبعد شويه اخترعوا حاجه اسمها الواتساب والفيسبوك ماسنجر ما كانش موجود في الوقت دوت تخيل الكوميونيكيشن كانت عامله ازاي وتخيل الناس كانت المينتاليتي بتاعتها عامله ازاي وتخيل لما انت تروح تكلم بني ادم عن فرصه شغل بالشكل ده يعني بيفكر فيها في الوقت ده بشكل عامل ازاي تخيل انت في ظل اللي انا بقوله ده كله انت رايح بتقول لواحد ان انت هتكسب فلوس عن طريق الانترنت اللي هو اصلا اصلا ما يعرفوش <applause> واللي هو مش موجود واللي هو اقصى معرفته بيه ان انت تشترك في الانترنت زيرو ثلاث سبعات 5000 الناس المصريين فاهمين انا بقول ايه عايز اقول لك ان في الوقت دوت يا جماعه خدت القرار الحقيقه اني ابدا البيزنس دوت تعقيبا على الكلام اللي كان دكتور اسلام محمد بيتكلمه في السيشن بتاعه الفولو اب الرائعه لما حسيت ان الراجل اللي عرض عليا البيزنس عارف هو رايح فين على الرغم يا جماعه انه ما كانش بيعمل نتائج كبيره وعلى الرغم ان هو ما كانش لسه عمل حاجه خالص ولكن كان عنده نوع معين كده ونوع جميل جدا من الاصرار على ان هو يحقق التارجت بتاعه كان شغال وكان واخد الموضوع جد جدا وكان بيعمل برزنتيشنز لعدد كبير من صحابنا المشتركين وعمل لي برزنتيشن وعمل ناس كتيره جدا برزنتيشن وحتى على الرغم انه ما عملش نتائج سريعه ولكن عايز اقول لكم الموضوع دوت خلاني خدت القرار اني ابدا مع الراجل دوت لاني ايقنت ان الراجل دوت عارف كويس جدا هو رايح فين. طب السؤال هنا يا جماعه بيقول ايه؟ السؤال هنا بيقول هل كل الناس اللي بتبدا البيزنس دوت بيعملوا ملايين وكل الناس اللي بتبدا البيزنس دوت حياتهم بتتغير وكل الناس اللي بتبدا البيزنس دوت السماء بتمطر عليهم ذهبا وفضه؟ خليني اتكلم معاك تو جدا. اكيد الكلام ده مش صح. وما ينفعش الكلام ده يبقى منطقي ولو حد قالك الكلام ده يبقى ضحك عليه يعني هل كل الناس اللي بتبدأ معانا في البيزنس بتاعنا بتعمل ملايين الاجابه لا ولكن كل الناس اللي بتبدا معانا في البيزنس عندهم يا جماعه الفرصه أنهم يعملوا ملايين وركز معايا لان ده هنا تفرقه مهمه جدا انت محتاج تعرفها وده اللي هكلم معاك فيه في الثلث ساعه اللي جايه كل الناس تعمل ملايين لا ولكن كل الناس عندها الامكانيه ان هي تعمل ملايين، يعني معنى الكلام دوت ان الفرصه دي بتعمل ملايين، اه ولكن مش لكل الناس، امال لمين؟ للناس اللي عندها يا جماعه صفات معينه تؤهلهم ان هم يعملوا الكلام دوت. طب الصفات ديت يا اسلام صفات بتبقى موجوده عندهم يعني من اول ما اتولدوا ولا صفات بيكتسبوها؟ الخبر المطمئن في الموضوع ان دي كلها صفات بيكتسبوها. اقول لك على حاجه؟ احنا يا جماعه بنراهن على النوع ده من الناس. احنا يا جماعه بنبقى مؤمنين ومصدقين في النوع ده من الناس مين هم النوع ده من الناس الناس اللي انا هكلمك عليهم دلوقتي حالا اللي عندهم بعض الصفات المعينه اللي لما بشوفها انا شخصيا موجوده في شخص بقول هو ده الشخص اللي ينفع يتراهن عليه هو ده الشخص اللي ينفع ان انا اديله تركيز الفتره اللي جايه هو ده الشخص اللي انا ينفع اني احطه في اولوياتي هو ده الشخص اللي انا المفروض اني اقول ان هو ده اللي هيكمل الرحله وهو ده الفايتر المحارب القوي اللي هيقدر ان هو يكمل الرحله ديت ويعمل حاجه كبيره جدا. طيب ايه هي يا جماعه الصفات ديت؟ اتعلمت يا جماعه ان في خمس صفات مهمين جدا، الخمس صفات دول هم الخمس صفات اللي بيجمعوا ما بين كل الناس التوب ليدرز في بداياتهم، ازاي الشخص دوت يا جماعه بقى توب لان في ناس رهنت عليه. ليه في ناس راهنت عليه؟ لانه كان عنده يا جماعه الخمس صفات اللي انا هكلمك عنهم دلوقتي حالا دول وعايزك تركز معايا جدا وتكتب كل حاجه من الحاجات اللي انا هكتبها دلوقتي حالا والحاجات اللي انا هقولها لاني هعلمك النهارده لو انت ابلاين ازاي انك انت تعرف تستكشف الناس القويه والناس اللي يستحقوا ان انت تراهن عليهم في الفريق بتاعك. ولو انت لسه بادئ البزنس ده جديد، ازاي تكون انت الشخص المناسب اللي ينفع ان هو يتراهن عليه في الشغل دوت. واكلمك في الخمس صفات واكلمك في اول صفه يا جماعه انا اكتشفت ان هي لازم تكون موجوده عند التوب ليدرز في بدايه الرحله بتاعتهم. الصفه الاولى يا جماعه. الصفه الاولى بيسموها صفه الكوتشابل. يعني ايه كوتشابل يا جماعه؟ كوتشابول يا جماعه يعني راجل قابل للكوتشنج يعني راجل خلينا نسميها مفرغ الكاس بتاعه يعني راجل يا جماعه بيتبع السيستم يعني راجل يا جماعه قابل ان هو يبقى شغال مع شخص اخر والشخص الاخر دوت بيوجهه على الطريق الصحيح والراجل دوت بيمشي في الطريق دوت قابل للتعليم صفه يا جماعه من اهم الصفات اللي بتميز اي ليدر في العالم ان هو يكون شخص كوتشبل، شخص قابل للتعليم، شخص قابل للكوتشنج، شخص قابل ان هو يفرغ كاسه لشخص اخر والشخص الاخر دوت يساعده ان هو يوصل للطريق. واحده يا جماعه من اكبر الاسباب اللي شفتها بتخلي الناس ما تنجحش في البيزنس بتاعنا هو اعتقاده انه فاهم. هو اعتقاده انه عارف، هو اعتقاده انه هو فاهم كل حاجه وانه عارف كل حاجه، وعايز اقول لكم ان احيانا يا جماعه في ناس ممكن يبقى عندهم سكيلز ممتازه جدا، مهارات جميله جدا، ممكن يبقى عندهم يعني مواهب عظيمه جدا، ممكن يبقى عندهم صفات رائعه جدا ولكن بيضيعوا كل الصفات ديت بسبب انهم هم فول كاب. بسبب ان هم ماليين دماغهم بسبب ان هم قافلين دماغهم على التعليم بسبب ان هم مش مقتنعين ان هم ممكن يتعلموا من شخص اخر بسبب ان هم يا جماعه فاهمين ان هم فاهمين ودي اكبر غلطه ممكن يغلطها البني ادم في حق نفسه انه يبقى فاهم انه فاهم تعرف ان تشابل دايموند دايركتور دانيان فاير اللي انت لسه شايفه من شويه اللي بيعمل 500 و الف دولار دوت لو لقى واحد عنده في الفريق او في أي إن كان بيشتغل الشغلانه ديت مسجل فيديو بيتكلم فيه او بيشرح تريننج معين او الكلام ده كله والله العظيم يا جماعه بيطلع ورقه وقلم ويقعد يكتب ورا الراجل اللي بيتكلم دوت انتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي دكتور اسلام محمد يا جماعه الراجل اللي مطلع اجيال عنده ناس في الفريق بتاع بتاعه بتعمل ملايين او عملت كمان ملايين من الدولارات وعلى الرغم من ان الراجل دوت اللي علمهم ازاي يقدروا يعملوا الكلام دوت ولكن هو اكتر شخص امتي كاب شخص مفضي الكوبايه بتاعته على مستوى كايزن اورجنايزيشن كلها اكتشفت يا جماعه ان اكبر حاجه بتخلي الناس داون ما بيعملوش نتائج عندهم احتياجات هي حاجه رئيسيه اسمها الايجو ان انا عارف انا فاهم انا مصدق انا عارف ان انا صح انا مؤمن بوجهه نظري انا مش مستعد اتعلم من الاخرين يا جماعه خلينا اتكلم معاكم بصراحه خليني اتكلم معاك واقول لك ان اكبر غلطه يغلط تغلطها في حق نفسك انك تبقى فول كاب انك ما تفرقش الكاس بتاعك، بقول دايما للشخص الجديد اللي بادئ معانا البزنس دوت انت ليه النهارده تغلط وتتعلم من اخطائك في حين انك انت ممكن تبدا من حيث انتهى الاخرون؟ ليه النهارده تكون شخص ذكي؟ يعني تتعلم من اخطائك، طب ما انت ممكن تكون شخص حكيم يعني تتعلم من اخطاء الاخرين. احيانا يا جماعه في ناس بتبدا البيزنس بتاعنا لما بيجي النهارده تتكلم معاه السيستم يقول انا عارف انا فاهم انا مش عارف ايه انا هظبط الدنيا انا عندي خبره انا عارف صحابي أه هعرف اتكلم معاهم ازاي انا عارف الكوميونيتي اللي حواليا مش عارف ايه المشكله كلها يا جماعه في ايه المشكله انه بيحرق قائمه الاسماء بتاعته وبيحرق الناس اللي المفروض ان هو يكونوا البذره الاولى والنواه الاساسيه للفريق بتاعه اتعلمت يا جماعه زمان يا جماعه مقوله من الابلاين بتاعي بتقول لك without your coach you will never approach من غير الكوتش بتاعك من غير القائد بتاعك عمرك ابدا ابدا ما هتوصل من غير الشخص المنتور اللي بيعلمك ازاي انك انت توصل عمرك ابدا ما هتوصل بشوف يا جماعه اي حد يا جماعه اي حد اي حد في العالم كنت لسه قاعد مع حد من الروي دايركتورز الرائعين اللي موجودين عندنا في التيم الراجل بينزل جيم هو ويعني ما شاء الله كده عامل سكسس يعني فبقول له ايه بقول له انت بقى الجيم دوت يعني في عندك كوتش فيه منتور يعني وكده قال لي طبعا 100% قلت له ازاي يعني انت ده اساسي قال لي مستحيل اعرف اعمل سكسس ابدا من غير ما يكون عندي كوتش قلت له طيب هو انت ما تعرفش الحاجات اللي هي التريننجز والحركات اللي بتتعمل والتمارين والكلام دوت قال لي لا انا عارف كل التمارين ديت وعارف الكلام ده كله وبعمل الكلام ده بقالي سنين بس وجود شخص كوتش في حياتي وجود شخص منتور في حياتي بيخليني ملتزم اكتر بيخليني عندي يا جماعه نوع من انواع الالتزام تجاه ان في شخص متابع معايا التارجت بتاعي شخص انفولفد معايا في الحاجه بتاعتي، شخص انا عايز اعمل سكسس عشان خاطر اني اشرف الشخص دوت، عشان خاطر اني اثبت له ان انا مشيت على البلان واني حققت البلان ديت فعلا، احساس ان انا عندي اجتماع كمان اسبوع مع الراجل عشان خاطر اقول له عملت ايه في البلان بتاعه الاسبوع اللي فات، عايز اقول لكم يا جماعه احساس مهم جدا بيخلق عندنا التزام رائع جدا، فلو انت عايز تبقى من الناس الوحوش اللي في الشغلانه ديت فالحاجه الاولى او النقطه الاولى او الصفه الاولى اللي لازم تكون موجوده عندك انك انت تبقى شخص كوتشبل شخص امتي كاب شخص مفضي الكوبايه بتاعتك شخص مستعد تتعلم الاخرين شخص عندك منتور عندك كوتش بتمشي ورا الكوتش دوت وماشي وراه بخطوات مهمه جدا ومفضي له الكوبايه بتاعتك عشان يحطلك معلومات جديده وعشان يتابع معاك التارجت ودي يا جماعه الصفه الاولى في الناس الرائعين من الخمس صفات اللي انا هتكلم معاك عنهم النهارده. طيب الصفه الثانيه. الصفه الثانيه يا جماعه خليني اقول لك ان هي واحده من الصفات اللي لما بلاقيها في اي شخص برضو ببدا اني اراهن على الشخص دوت. الصفه الثانيه بتقول لك ان الشخص دوت ريك روتر. يعني ايه يا جماعه ريكروتر يا جماعه؟ يعني راجل بيعمل تسجيلات، يعني راجل بيعمل تسجيلات مباشره، بالمصري يا جماعه يعني ايه ريكروتر؟ هقول لك كده اسمها بالمصري هيضحكك جدا، يعني مسينا باطي. اوكي، <applause> <applause> okay. يعني راجل مسينا باطي، راجل بيعمل ساين ابس يا جماعه. راجل يا جماعه مسينا باطي، راجل بيعمل ساين ابس دايركت. راجل يا جماعه مش قاعد معتمد على التيم بتاعه او قاعد معتمد على النتورك بتاعته عشان خاطر ان هو يعمل نتائج ولكن هو واحد يا جماعه فعليا هو واحد بيشتغل وبيعمل دايركت ساين ابس كتير جدا اكتشفت يا جماعه نقطه مهمه قوي ان الناس اللي بتعمل دايركت ساين ابس هم مش الناس اللي عندهم مهارات عاليه امال هم مين؟ هم الناس اللي عندهم بليف عالي عندهم ايمان عالي هم الناس اللي عندهم شغف عالي هم الناس اللي عندهم حماس عالي هم الناس اللي مصدقين الحاجه اللي هم بيعملوها دكتور اسام محمد كان بيتكلم يا جماعه من شويه عن الايمان عن البليف عن مصدق الحاجه اللي انت بتعملها اقول لك على حاجه تعرف ان انا اول ما دخلت البيزنس ده زمان انا قعدت يا جماعه تقريبا تقريبا اول شهر ليا عملت 36 دايركت ساين اب على الرغم اني ما كنتش يا جماعه فاهم اي حاجه ولا عارف اي حاجه في الشغل ده. اما كانت الناس بتعمل معاك ساين ازاي؟ كانت الناس يا جماعه بتعمل معايا ساين ابس بالحماس بالموتيفيشن بتاعتي. بفكره ان انا بتكلم مع الناس بحماس عالي، بفكره يا جماعه ان الناس عايز اقول لكم يعني بقعد اتكلم معاهم كلام من قلبي، بفكره ان انا كنت مؤمن بالحاجه اللي انا بعملها ومصدق الحاجه اللي انا بعملها عشان كده الناس كانت بتبدا معايا. مين يا جماعه نفس الكلام كده يا جماعه بدا البيزنس دوت وعمل نتائج وعمل ريزلتس وعمل ساين في الوقت اللي هو اساسا اساسا ما كانش عارف فيه اي حاجه ولا كان فاهم فيه اي حاجه ولا كان لسه يا جماعه عنده اي مهارات ولا اي معرفه شايف يا جماعه كميه ناس بالهبل على الشات بتبعت انا بتبعت مي بتبعت انا حصل معايا الكلام دوت في البدايه حرفيا انا انا يا جماعه واحد الناس عملت 36 دايركت ساين في اول شهر ليا واقول لك على حاجه والله العظيم ولا كنت اعرف اي حاجه اقول لك على حاجه ثانيه ما كنتش بعرف اعمل برزنتيشن اقول لك على حاجه ثانيه ما كنتش بعرف اعمل انفيتيشن امال كان السر بتاعي فين السر بتاعي يا جماعه اني كان عندي شغف كان عندي حماس كان عندي بليف كنت بقعد مع اي بني ادم في الدنيا بتكلم معاه كلام من القلب الى القلب تعرف ان الـ الـ لو حطيت المعلومات وبقيت بروفيسور في النتورك ماركتنج بروفيسور وعندك كميه المعلومات اللي في العالم كلها وكميه المهارات كلها وبتعرف تعمل احسن انفيتيشن واحسن برزنتيشن واحسن فولو اب وراجل يعني بتعرف تعمل كل حاجه وعندك تاثير على الاخرين وعندك المهارات وعندك المواهب اللي في الدنيا كلها في كفه وحطيت البليف والايمان بتاعك في كفه تانية اقول لك انا والله العظيم يا جماعه الكفه بتاعت البلييف هتبقى اتقل من الكفه بتاعت كل الحاجات اللي انا قلتها دي الشخص يا جماعه اللي مؤمن بالحاجه اللي هو بيعملها الناس بتصدق فيه في مقوله بتقول لك ان بيبل فيل وات يو فيل الناس بتحس باللي انت بتحس بيه لما بتتكلم مع حد عن حاجه بصدق وبايمان عالي جدا بتبص تلاقي ان انت الناس بتصدقك لان هي بتشوف ان الراجل اللي قدامي ده بيتكلم من قلبه بيتكلم كلام صادق مش بيتكلم كلام مرتب ولا كلام منمق ولا كلام بروفيشنال وكل الكلام ده كله سهل ان اي بني ادم في الدنيا يتعلمه ولكن البليف يا جماعه ما بيعلمش البليف بيتحس فكرة إني النهاردة عايز تبقى راجل ريكروتر، عايز تبقى راجل مساينباتي، عايز تبقى راجل بتعمل ساينابس كتير، عايز تبقى راجل بتعمل تسجيلات كتيرة مباشرة، محتاج إنك أنت تكون شخص عندك شغف، عندك إيمان، عندك حماس، بتتكلم مع الناس بمنتهى المصداقية اللي موجودة في العالم. وده يا جماعة بالنسبة لي الصفة رقم اثنين في الناس اللي ينفع أن أنت تراهن عليهم في البزنس دوت. رقم واحد ان الشخص يكون كوتشابل مفضي الكوبايه بتاعته مفرغ للكاس بتاعه مستعد ان هو يتعلم ومش بيتكبر ابدا على التعليم رقم اثنين يا جماعه انه يكون شخص ريكروتر يعني ايه؟ يعني راجل بيعمل دايركت ساين كتير وعشان يعمل دايركت ساين كتير زي ما قلت لك ده بيكون عباره عن الايمان بتاعه بالشغل هو قد ايه؟ طب يلا نخش على النقطه رقم ثلاثه. النقطة رقم ثلاثة يا جماعة بالنسبة لي في مواصفات الشخص اللي ينفع تراهن عليه جوه البيزنس دوت هو صفة مهمة جدا اسمها ايه؟ اسمها بروبلم problem... اسمها بروبلم problem... سولفر يعني ايه يا جماعة؟ يعني راجل حلال مشاكل كلمة يا جماعة راجل بيحل المشاكل دوت أو فكرة يا جماعة إن هو راجل حلال مشاكل دي فكرة على فكرة مهمة جدا. الراجل يا جماعة البروبلم سولفر اللي بيحل المشاكل دوت هو عكس تماما صفة الراجل الشكاء كثير الشكوى اللي طول الوقت عمال يشتكي طول الوقت حاسس إنه ضحية، طول الوقت حاسس إن نتايجه كلها مش حلوة بسبب ظروف خارجة عن إرادته. طول الوقت يا جماعه بيلقي اللوم على الاخرين طول الوقت بيحاول انه ينقل المشكله من عنده للاخرين طول الوقت بيحاول انه يربط فشله او قله نتايجه او اي حاجه في العالم يا جماعه بمين يا جماعه بالاخرين بان هو انا مش السبب في اي حاجه كثير الشكوى دايما يا جماعه لما بيحصل اي مشكله بيبدا ان هو يكومبلين يشتكي كتير جدا عايز اقول لكم ان اكتر شخص هتلاقي الابلاين بيفضله هو الشخص يا جماعه البروبلم سولفر حلال المشاكل اكتر شخص انت لو راجل ابلاين كده وجالك واحد كومبلينر جاي يشتكي لك هتبقى عندك اسوا احساس في العالم انا عارف الاحساس ده كويس جدا احساس لما واحد يقعد يشتكي لي يا جماعه بقى قاعد بعمل له كده عارفين يا جماعه البادي لانجويج ديت يا جماعه اللي هو بتاعت ايه ربنا يقويك انا عارف الموضوع صعب مم. يعني اوعى أعمل لهم وانا من جوايا يا جماعه ببقى شايف الراجل دوت اللي عمال يكومبلين دوت معلم انت ويكي ازاي كده انت ايه اللي انت عايزه انت عمال تدي لنفسك نيجاتيف انت طول ما انت بتشتكي اصلا اصلا من الموضوع انت عمال تدي لنفسك نيجاتيف انرجي انت عمال اصلا تدي لنفسك طاقه سلبيه من غير ما تحس وفي يا جماعه ناس يا جماعه تحس ان هم بيفتحوا النفس ناس يا جماعة اللي هو خلاص قول لي الحاجة أعملها ازاي وأنا هنزل أعملها، قول لي الحاجة دي تتعمل ازاي وأنا هنزل أطبقها قول لي الحاجه ديت تتحل ازاي وانا هنزل احل المشاكل بتاعتي واحل الامور بتاعتي وهحل البروبلمز اللي موجوده عندي اي مشكله هفايند واي مش هقعد افكر في المشكله هفكر دايما في حل المشكله هو عباره عن ايه مشكلتي والله في ان انا البروسبكتس مثلا اللي قابلتهم الاسبوع اللي فات ما عملوش معايا ساين ابس عرفني ازاي اقابل بروسبكتس ثانيين جداد عشان خاطر ان هم يعملوا معايا ساين ابس عرفني ازاي اكلم ناس من على السوشيال ميديا عشان خاطر اني اجيب ناس كونتاكت ليست جديده مختلفه عن الناس اللي عندي عرفني ازاي ان انا اعمل الحل مش تقعدش النهارده تستمتع بان انت تقعد تحكي مشكلتك لشخص اخر لابلاين او لأي كان الموضوع عامل ازاي. الابلاين يا جماعه دايما بيراهن على مين؟ على الشخص الحلال المشاكل مش الشخص اللي دايما بيجيب له المشكله ويحطها له ويحاول يا جماعه ده في ناس يا جماعه بقى مش بقى كومبلينر ده في ناس بتتلذذ بوضع العراقيل تقول له مثلا ايه؟ أه الحل كذا يقولك جربت الحل نفعش. طيب ما تيجي نجرب كذا يقولك لا ما هو كذا دوت أنا عملته وما توفقتش فيه بصراحة طب إيه رأيك مثلاً مثلاً نشوف كذا لا بصراحة أنا مش هقدر أعمل كذا طب بالنسبة لكذا يا عمي أنا بقولك أنا عملت كذا نفعش معايا كذا يا ابني حبيبي بيبقى يا جماعة على لساني أقوله كلمة اللي هو إيه طب انت جاي لي ليه؟ <applause> يعني معلش يعني طب انت عايز مني انا ايه طيب؟ طب انت دلوقتي مش عايز تساعدني في اني اساعدك، لما انت مش قادر تساعد نفسك او مش عايز تساعد نفسك، انا ازاي هقدر ان انا اساعدك؟ عايز اقول لكم يا جماعه في ناس يا جماعه بتتلذذ بفكره ان هو يحط العراقيل، بفكره اللي هو يعني يقفل لك المواضيع، بفكره اللي هو يخليك يعني ايه؟ يحسسك ان قد مظلوم، لو التارجت بتاعك تحسسني قد انت مظلوم فانت مظلوم ولكن ده هيفيد في ايه؟ ولا في اي حاجه يا جماعه خالص انا يا جماعه زمان لما بدات البيزنس دوت يا عمي انا ما كانش عندي سكيلز وما كانش عندي مهارات بس كان عندي حاجه واحده بس كنت راجل يا جماعه ريسبونسبل راجل مسؤول عارف كويس جدا جدا ان يعني ايه انا النهارده خدت قرار وبدات بيزنس النهارده والبيزنس دوت بيعمل ملايين وفاهم كويس جدا اني إن يعني عشان اعمل الملايين ديت اكيد اكيد مش تحصل بالحظ واكيد اكيد مش تحصل بدون مجهود والا ساعتها هيبقى الكلام اللي انا قلته في الاول حقيقي لو الموضوع سهل كده ما كان كل الناس بقت مليونيرز وكل الناس غيرت حياتها للافضل اي ريلايز ده يا جماعه ان هتعب شويه طبيعي هتعب شويه طب ما كل الشغلانات اللي في الدنيا كلها بنتعب فيها شويه طب ما هي اي شغلانه في الدنيا بنتعب فيها بس الفرق الوحيد يا جماعه ان في اي شغلانه في الدنيا بنتعب كده وبنبذل مجهود كده وبناخد مقابل قد كده طب في الشغل بتاعنا هبذل مجهود كده وهتعب كده وهقابل تحديات كده بس هاخد مقابل كده برضه مش هاخد مقابل صغير هاخد مقابل كبير وده في الاول، طب وبعد شويه ايه اللي هيحصل؟ هيبدا المقابل بتاعي يكبر ويكبر 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 لان مش انا بس اللي بقابل الكلام دوت ده انا في عندي جزء كبير من الفريق هم كمان بيعملوا كده يا جماعه، فبالتالي هنا اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل اني اتعلمت اني ابقى شخص بحل المشاكل بتاعتي. اني ابقى شخص يا جماعه بحط نفسي مكان الابلاين بتاعي وان انا ازاي مش عايز الابلاين بتاعي نفسه يبقى فاقد الامل فيا عايزه يفضل دايما سبورتيف معايا ويفضل دايما سند ليا ويفضل دايما يعني داعم ليا ويبقى مبسوط بالكوميونيكيشن معايا ويبقى مبسوط من فكره ان هو يلاقيني بتصل بيه في التليفون ويبقى متحمس للميتنجز اللي هو هيقعدها معايا هم دول يا جماعه او خليني اقول لك ان هي دي الصفه التالتة في الناس اللي احنا بنراهن عليهم في الشغل ده رقم واحد راجل قابل للتعليم وقابل ان هو يدي دماغه والمنتاليتي بتاعته لواحد منتور يوجهه ويرشده على الطريق الصحيح رقم اثنين ان هو راجل ريكروتر راجل بيعمل ساين ابس وتسجيلات مباشره كتيره وبيشتغل دايركت ساين ابس كتيره وعنده بيليف عالي فبالتالي بيؤهله انه يعمل ده ورقم ثلاثة يا جماعة انه يكون راجل بروبلم سولفر، راجل حلال للمشاكل، مش بقول يا جماعة ان هو ما يستشرش، بالعكس اصلا اصح حاجه في الدنيا ممكن الشخص يعملها هو انه يستشير ولكن يا جماعه انا مش بقول انه ما يستشيرش امال بقول ايه بقول ان هو يبقى دايما بيركز على فكره لحظه واحده سامعيني يا جماعه ماشيين مع بعض لو سامعيني ابعت رقم واحد على الشات عشان واضح ان الانترنت اتضرب عالميا الدنيا عندي مهنجه هنا شويه اوكي طيب راجل يا جماعه بيدور على الحل، يعني دايما مش بيزنق دماغه في المشكله، بيزنق دماغه في ازاي اقدر ان انا احل المشكله. طيب الصفه رقم اربعه بس مش هعرف اعمل لها شير دلوقتي. الصفه رقم اربعه يا جماعه ان الشخص اللي ينفع لحظه واحده. الصفه رقم اربعه يا جماعه في الشخص اللي ينفع انك انت تراهن عليه جوه البيزنس دوت هو شخص هنجري يعني ايه؟ يعني جعان يا جماعه جعان اللي اقصدها هنا يا جماعه هي شخص جعان للنجاح، جعان لانه يعمل حاجه كبيره، جعان يا جماعه عايز اقول لكم يعني واحد مستعد ان هو يفضل بيشتغل بقوه لوقت طويل وما يفرحش بسهوله وما يستسلمش بسهوله. احيانا يا جماعه في ناس بتعمل ايه؟ لما تبدا البيزنس دوت بتروح عامله نتائج سريعه وبعد ما تعمل نتائج سريعه ايه اللي يحصل؟ بتفرح بالنتائج اللي هي عملتها بيكافئوا نفسهم على المجهود اللي هم بذلوه بيعملوا يا جماعه سيليبريشن بيعملوا احتفال بالحاجه اللي هم عملوها واحيانا يا جماعه والبعض الكتير منهم بيعمل احتفال مبكر جدا بالحاجه اللي هو قدر ان هو يحققها بيعمل يا جماعه ايه يا جماعه؟ بيبدا ان هو يحس ان انا وصلت اول طريق الفشل يا جماعه هو احساس الوصول هو احساس ان انا عملت حاجه هو إحساس إن أنا حققت حاجة، هو إحساس إن أنا كده وصلت للحتة اللي أنا عايزها. خليني أقول لك إن من أسرار استمرارية النهاردة واحد زي دكتور اسلام محمد يا جماعة عنده فريق فيه أكتر من 5 مليون و500 ألف شخص في أكتر من 100 دولة على مستوى العالم من أسرار نجاح واحد زي دانيان فاير عنده فريق يا جماعة يمكن داخل في 10 مليون بني آدم النهاردة وشغال الفريق بتاعه في 150 دولة على مستوى العالم هو سر الرئيسي جدا يا جماعة إن الناس دي هانجري إن الناس دي جعانة ان الناس ديت يا جماعه عايزين يشتغلوا اكتر وعايزين ينجحوا اكتر ومش ساتسفايد مش خلاص انا كده وصلت يا جماعه انا بشوف ناس يا جماعه بيعمل 200 دولار وبعد اول 200 دولار بيحس باحساس الوصول <applause> يعني حاجه بالنسبه لي مقهره بتقهرني يعني بلاقي واحد يا جماعه عمل 500 دولار وبعد اول 500 دولار بيحس ان انا كده خلاص الحمد لله انا كده بلغت رسالتي في الحياه بشوف شباب يا جماعه لسه بادئ البيزنس دوت بقاله شهر وشهرين وما بقاش هنجري زي زمان ما بقاش جعان ما بقاش متحمس ما بقاش عنده الانرجي ديت بشوف واحد يا جماعه يعمل رتبه الجيد إكزاجاتيف ويحس ان هو الولد واخد يعني خلاص كده ايه جايزه الاوسكار عشان عمل جيد إكزاجاتيف بشوف يا جماعه بعض الناس يا جماعه تحس ان هو يعني بقى عنده 10 داون لاينز عمل فيها نفسه الولد يعني ارستو يا جماعه العمليه مش كده لغاية النهارده احنا بنتعلم ولغاية النهارده احنا بنشتغل وهنفضل نشتغل وهنفضل نتعلم وهنفضل من كل يوم من بلد لبلد ومن في في, في كل حته يا جماعه بنشتغل بمنتهى القوه وبنبني ناتوركس جديده وبنشتغل بمنتهى الحماس اللي موجود في العالم ما بنوقفش يا جماعه ابدا يا جماعه متعطشين يا جماعه للنجاح بكل ما تحمله الكلمه من معنى طول ما انت عندك الاحساس دوت طول ما انت محافظ على الشباب بتاعك تعرفوا يا جماعه اني احيانا بشوف ناس بتعجز بدري في الشغلانه دي عارف بيعجزوا بدري ليه عشان خاطر الحماس بتاعهم بيقل طب الحماس بتاعهم بيقل ليه عشان بيحس ان هم ساتسفايد بيحس ان هم عملوا حاجه بيحس ان هم وصلوا لحاجه بيحس ان هم كده خلاص عملوا اللي عليهم بيحس ان انا كده خلاص فرحان بالانجاز اللي انا عملته احنا يا جماعه بنحمد ربنا سبحانه وتعالى كل يوم ولكن احنا طول الوقت بنحس ان احنا ما عملناش حاجه وان احنا لسه ما بداناش وان احنا لسه عندنا جوع للنجاح وان احنا لسه متعطشين لان احنا نعمل حاجه اكبر الصفه اللي انا بتكلم معاك فيها ديت واحده من الصفات اللي تخلي اي ابلاين يراهن على اي داون لاين عنده انه يكون الشخص دوت يا جماعه شخص هانجري فور سكسس شخص جعان للنجاح شخص شخص يا جماعه يعني متعطش لان هو يعمل حاجه كبيره تبقى مؤمن ان الشخص دوت اللي هيكمل معاك الرحله مش هيعمل شويه نجاحات ويريح تبقى مؤمن ان الشخص دوت هيوصل لحاجه كبيره، مش مجرد ان هو هيعمل اي انجاز ويبدا ان هو يريح. يبقى الاربع صفات يا جماعه اللي عندنا النهارده هم ايه؟ هم رقم واحد هو شخص كوتشابل، يعني لو انت عايز تبقى من الناس المانسترز في الشغلانه ديت اللي بيتراهن عليهم في الشغل دوت، رقم واحد محتاج انك انت تبقى شخص كوتشابل، شخص قابل لانك انت تتعلم. رقم اثنين تبقى شخص ريكروتر، شخص مساينباطي، شخص بتعمل ساين مباشره. رقم ثلاثة شخص بروبلم سولفر شخص ما بتقفش عند المشكلة شخص حلال للمشاكل رقم أربعة أنك أنت تبقى شخص هنجري شخص جعان للنجاح شخص متعطش شخص يا جماعة يعني ما بيحسش إن هو وصل أبدا وبيفضل طول الوقت مكمل وطول الوقت بيجري وما بيقفش أبدا ورقم خمسة والأخيرة يا جماعة شخص خلينا نسميها بيكرييت actions بيخلق أفعال اكتب عندك النقطة رقم خمسة creating actions يعني إيه؟ يعني شخص يا جماعة بيخلق أفعال بيخلق أفعال يا جماعة وخلق الأفعال دوت نقطة مهمة جدا خد الصوره دي سكرين شوت كده عندي خلي الافعال يا جماعه واحده من النقط المهمه جدا جدا جوه البيزنس بتاعنا ليه خليني اقول لك ليه خليني اقول لك ان دكتور اسلام محمد من شويه يا جماعه كان بيتكلم عن ان اكشنز ار لاودر ذان ووردز الافعال يا جماعه صوتها دايما بيكون اعلى من صوت الكلام ده اللي انا اتعلمته احيانا في ناس أنا هعمل وهكسر الدنيا وهثبت لك إن أنا مش عارف إيه وهخليك فخور بيا في يوم من الأيام. زمان أنا كنت بصدق الكلام ده. <applause> يعني بالمناسبة لما كان داون لاين عندي زمان يبعت لي مسجز زي ديت دي أنا هثبت لك نفسي وأنا هخليك فخور بيا وأنا هعرفك أنا مين وأنا هوري لك قد إن أنت عندك وحش في الفريق بتاعك. عايز أقول لكم يا جماعة زمان الكلام ده كنت بصدقه بس مع مرور الوقت إيه اللي حصل؟ مع مرور الوقت بدات اكتشف ان الموضوع مش موضوع كلام، وان احيانا بعض الناس دي فعلا فعلا بيعمل حاجه كبيره، ده حقيقي، مش بقول ان اللي بيقول الكلام ده ما بيعملش، ولكن يا جماعه بقول نقطه ثانيه، بقول ان اهم اثبات ممكن الشخص يثبته لنفسه ويثبته للي حواليه هو الافعال بتاعته هي عامله ازاي. هي النتائج يا جماعه اللي بتحصل هي نتيجه للكلام ولا نتيجه للافعال؟ يعني احنا التارجت بتاعنا ايه؟ النتائج، صح؟ طب لو التارجت بتاعنا النتائج، السؤال هنا بيقول احنا الموضوع بالنسبه لنا ان النتائج ديت بتحصل عن طريق الافعال الكتير يا جماعه ولا الكلام الكتير كل الناس بتبعت يا جماعه على الشات نتيجه الافعال الكتير الافعال الكتير الافعال الكتير طيب طالما يا جماعه الموضوع يا جماعه هو نتيجه الافعال الكتير يبقى ملوش لازمه الكلام الكتير يبقى يعني work hard in silence and make success and let success make noise اشتغل بقوه بدون دوشه وسيب النجاح هو اللي يتكلم عنك، سيب النجاح هو اللي يتكلم عنك ويقول إن أنت راجل فعلا بذلت أفعال قوية. أحيانا يا جماعة بشوف ناس يعني كلامهم كتير وأفعالهم قليلة، لما بتلاقي الشخص كلامه كتير وأفعاله قليلة، اعرف إن مش ده الشخص اللي أنت تراهن عليه، مش ده الشخص اللي ينجح، مش ده الشخص اللي ممكن يعمل حاجة كبيرة، أمال مين اللي يتراهن عليه؟ الشخص اللي أفعاله كتير، ماليش دعوة بكلامه، كتير قليل ما يعنيش. أنا اللي يعنيني هي نقطة مهمة جدا يا جماعة. الاكشنز بتاعته عامله ازاي والاكشنز ديت يا جماعه بتيجي من فكره ايه بتيجي من فكره ان هو في ناس بتبقى طول الوقت مستنيين حد يحمسهم يعني الابلاين بتاعه ينزل يحمسه شويه عشان يشتغل الابلاين بتاعه ينزل يديله دفعه عشان خاطر ان هو يشتغل الابلاين بتاعه ينزل يعمل له بوش عشان هو يشتغل الابلاين بتاعه دايما دايما يعمل له موتيفيشن وتحميس يا جماعه وفي ناس ثانيه الحماس اللي جواهم حماس داخلي الحماس اللي جواهم حماس يا جماعه مش حماس بيخلص وبيتشحن ثاني الحماس اللي جواهم يا جماعه حماس نابع من جواهم نابع من جواهم بسبب ايه بسبب التارجتس والاهداف اللي موجوده عندهم بسبب ان عندهم اهداف قويه هي اللي بتحركهم، بتخليهم دايما يعملوا افعال، هشتغل البيزنس دوت بعيدا عن اي حاجه، والله لو ابلايني مكمل انا شغال، ابلايني مبطل انا شغال، ابلايني متحمس انا شغال، ابلايني بقى دايموند انا شغال، ابلايني ما بقاش اكزكتيف حتى انا شغال، ما بربطش حياتي بحد، بربط حياتي يا جماعه باهدافي، دايما اكتر مقوله بحبها في حياتي يا جماعه بتقول ايه؟ بتقول لو عايز تنجح اربط حياتك باهداف وما تربطش حياتك باشخاص. لإن في النهاية الأهداف باقية، أما الأشخاص زائلون. بستغرب لما ألاقي واحد يا جماعة بيشتغل البيزنس دوت عشان خاطر إن هو بيحب الأبلاين بتاعه جدا وعايز يشتغل معاه، ويتأثر لو الأبلاين بتاعه ما بيشتغلش، ويتحمس لو الأبلاين بتاعه بيشتغل. أنا النهاردة يا جماعة بقول لكم النهاردة وأنا و.. و.. جزء من البيزنس دوت لو دكتور إسلام محمد نفسه ما بيشتغلش، أنا هفضل أشتغل. لو تشابل دايموند دايركتور داني فاير ما بيشتغلش، أنا هفضل أشتغل. لو ش... لو لو مين هو اللي ما بيشتغلش انا هفضل اشتغل انا الموضوع بالنسبه لي بشتغل اكيد بحب الابلاينز بتوعي وبفتخر بيهم جدا وبتشرف بيهم جدا ولكن انا بشتغل لنفسي وعشان نفسي وعشان الاهداف بتاعتي وبعدين حاجات تانية لو النهارده يا جماعه بني ادم رابط حياته ببني ادم تاني في الاهداف بتاعته يعني معناه ان هو يا ما عندوش اهداف يا عنده اهداف ضعيفه انا مالي ومال الاخرين أنا هنجح أيا كان الموضوع عامل إزاي، أنا هكريت اكشنز طول الوقت، أنا هخلق لنفسي اكتيفيتيز طول الوقت، أنا هخلق لنفسي انشغالات طول الوقت، أنا هفضل بيزي ومشغول طول الوقت، أنا عمري في حياتي ما قعدت نفسي على حاجة، يا جماعة يعني ساعات يا جماعة واحد يجي يقول لي إيه؟ أنا حاسس إن أنا فقدت الشغف بتاعي، فقدت الشغف بتاعي ده يا جماعة الترند ساعات كده بيجي مراحل في الحياة تحس إن أنت بتسمع الكلام دوت يقول لك انا فقدت الشغف بتاعي انت عارف يعني ايه شغف اصلا <applause> انت فقدت الشغف بتاعك ايه انت عارف يعني ايه شغف اصلا طب انت اصلا اصلا بقالك شهرين ثلاثه لحقت تفقد الشغف بتاعك انا حاسس اني فقدت الشغف بتاعي انا حاسس اني ما بقتش متحمس زي الاول انا حاسس اني مش عارف ايه يا حبيب القلب ده شغل والشغل مفيش فيه حاجه اسمها احاسيس لو انت النهارده بتشتغل مثلا في بنك لو انت النهارده بتشتغل موظف في شركه لو انت النهارده بتفتح محل بتاعك ما فيش حاجه اسمها اصل الشغف بتاعي أيوه، وفقدت الشغف بتاعي اه الشغف حاجه عظيمه جدا ولكن اصل فقدت الشغف انا لما يا جماعه زمان لما كان حد يقول لي الكلام ده كنت اقعد اقول له تعال نفكر مع بعض طب انت كان عندك شغف ازاي طب انت فقدت شغفك ليه واقعد يا جماعه اعمل فيها نفسي محلل نفسي واقعد اوجع دماغي معاه واوجع له دماغه وفي الاخر خالص الواد يكئبني وانا قاعد معاه، اوكي؟ بقى الموضوع يا جماعه بالنسبه لي بطلت الكلام دوت خلاص، انا الموضوع يا جماعه بقى بالنسبه لي هو سهل وبسيط، اللي يقول لي فقدت الشغف بتاعه اقول له بق... الشغف بتاعه، اقول له بص يا ابن الحلال عليك وعلى حاجتين وما تتكلمش معاه كتير، يقول لي ركز معايا اهو لو واحد فاقد الشغف بتاعه يا جماعه اللي فاقدين الشغف بشرى ساره في عندنا يا جماعه منتجين بيحلوا مشكله فقد الشغف اوكي منتج فيهم بيتاخد الصبح على غير الريق والتاني يا جماعه بيتاخد بالليل قبل النوم اوكي ايه هم المنتجين اللي بيعالجوا الفقدان بتاع الشغف يا جماعه عندنا منتجين بيعالجوا فقدان الشغف والاثنين يا جماعه الحاجه الجميله انك لما بتاخدهم مع بعض بتاخد عليهم ديسكاونت المنتج الاولاني اسمه ايه اسمه انك انت يكون عندك تارجت قوي والمنتج الثاني انك تبقى طول الوقت بيزي مشغول حلو في حاجه ثالثه والله ما في حاجه ثالثه اسمع مني حاجتين اثنين يا جماعه ما لهمش رقم واحد عندك تارجت ورايح في التارجت بتاعك ومصدق التارجت دوت ومقتنع بيه ومؤمن ان انت هتعمله ومستعد انك انت تحققه ونفسك فيه راجل عندك تارجت والله العظيم ثلاثه هيبقى عندك شغف طب والحته الثانيه اني ابقى بيزي طول الوقت ما هنا يا جماعة عشان مش بازي عشان مش مشغول فإيه اللي بيحصل بقعد مع نفسي كده بقول أنا ليه ما عندي شغف زي زمان عايز أقولك إن في ناس والله العظيم يا جماعة ما عندهمش رفاهية اللي هي الايه دي لأنه أصلاً أصلاً مش فاضي لل ومش فاضي هو الراجل يا جماعه شغال يا جماعه، راجل عنده أكشن طول الوقت، راجل بيعمل برزنتيشنز، راجل بيقابل ناس، راجل بيعمل ميتنجز، راجل شغال، راجل مشغول، راجل عنده كوميتمنتس راجل عنده تارجت بيشتغل عليه لو كل حاجه دي بتاخره عن التارجت بتاعه، كل شغل بيعمله كل اكشن بيعمله بيقربه للتارجت اللي هو عايز يعمله يا جماعه واللي هو عايز يوصل له، هو ده يا جماعه الموضوع، مين يا جماعه اللي ما عندوش شغف؟ اقول لك مين اللي ما عندوش شغف؟ اللي ما عندوش تارجت، مين اللي ما عندوش شغف؟ الفاضي اللي ما عندوش شغلانه يعملها اللي مش بيحط لنفسه تو دو ليست اللي مش بيحط لنفسه قائمه افعال اللي مش بيعمل لنفسه يا جماعه بلان اوف اكشنز خطه افعال ينزل يشتغل عليها هو ده يا جماعه اللي فاقد الشغف هو ما فيش واحد بيبقى قاعد كده في امانه الله فبيجي له الشغف في مره واحده يتحمس وينزل يشتغل هو الشغف دوت بيجي لك مثلا شعاع الشغف يجي عليك مثلا او مثلا يا جماعه ان واحد بيبقى سبحان الله عنده شغف جامد جدا وبعد كده مره واحده تحس ان هو ايه التشارج الشحن بتاع الشغف بتاعه خلص فعايز يشحن شغف تاني يا معلم والله العظيم في الكلام دوت الشغف هو عايز يتعالج عن طريق علاجين كبسوله الصبح وكبسوله بالليل كبسوله الصبح اسمها ايه كبسوله الصبح اسمها انك انت تبقى بيزي مشغول وكبسولة بالليل انك انت عندك تارجت قوي عندك هدف قوي شغال عليه ورايح مكمل الطريق دوت مين يا جماعة الناس اللي, اللي بتعمل الكلام دوت هم الناس اللي النتيجة النهائية بتاعتهم ان هم بيبقوا actions creators الناس اللي بتخترع الافعال الناس اللي بتعمل افعال الناس اللي بتحمس نفسها مش مستنية ان الاخرين يا جماعة يروحوا يحمسوهم عشان كده الخمس صفات والملخص بتاع الخمس صفات دول بالنسبه لي هم عباره عن الصفات اللي لو انت النهارده واحد معانا في البزنس دوت ليدر وانت راجل النهارده عندك فريق وبتسالني سؤال مين الناس اللي اراهن عليهم في الفريق هقول لك راهن على الشخص اللي عنده الخمس صفات اللي انت شايفهم قدامك دول راجل حلال مش... راجل مفرغ الكاس بتاعه راجل بيعمل ساينابس كتيره راجل بيحل المشاكل مش بيجي يرميها في حجرك راجل جعان للنجاح ومتعطش دايما انه يعمل حاجه كبيره واخيرا راجل يا جماعه بتاع افعال مش بتاع كلام وراجل يا جماعه بيخلق افعال تعال النهارده بص على اي واحد من الدايموندز اللي موجودين في جيناس في كايزن اورجانيزيشن اي واحد من الاميرال دايركتورز اي دبل دايموند تريبل دايموند اي بني ادم والله العظيم يا جماعه اللي هتلاقوا عنده الصفات دي مفضي كوبايته يس بيعمل ساينس دايركت يس بيحل المشاكل يس جعان للنجاح دلوقتي يس بيخلق افعال يس طب لو انا يا اسلام دخلت معاكم البزنس دوت جديد والنهارده لسه اول يوم ليا في البزنس ده وعايز اعمل حاجه كبيره اعمل ايه؟ اعمل الخمس حاجات اللي انت شايفهم قدامك دول روح شوف بني ادم وقول له انا زون ايه بالنسبه لك؟ يعني انا من الاخر كده عايزك تبقى انت الكوتش بتاعي عايزك تعلمني هسيب لك نفسي عايزك تساعدني عايزك تدربني عايزك تكون انت المينتور بتاعي، عايزك تبقى مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن الاحلام بتاعتي، عايزك تبقى مسؤول قدامي وقدام ربنا سبحانه وتعالى عن ان انا اوصل لبر الامان وانجح جوه البيزنس دوت، روح شوف بني ادم وقول انت المينتور بتاعي وعايزك تعلمني وخليني اقول لك ان دي كده تبقى حطيت رجلك على اول سلمه في السكسس. طب رقم اتنين انزل اعمل نا... 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 دايركت نت نا... دايركت ساين كتيره لو انت النهارده لسه جديد انزل اشتغل دايركت برزنتيشنز بمنتهى القوه لو انت قديم وعندك فريق انزل ابني فريق جديد بمنتهى القوه اللي في العالم حد بعت لي بيقول لي عادي لو كانت ست مو راجل ايه يا جماعه في ايه ما تطلعنيش من المود بقى ايوه لو يعني مش فارقه يعني لو حتى يعني وحش عادي مش فارقه اوكي ست راجل اي حاجه المهم ده رقم اتنين. طيب رقم ثلاثة محتاج انك انت تتشك انت راجل بتحل المشاكل وبتتاقلم معاها ولا واحد من النوع اللي بتقف عند المشاكل والمشكله ممكن تكسرك وتقعد تفكر فيها خمسين سنه لحد ما تكون اتحلت لوحدها بس انت افنيت عمرك في التفكير. رقم اربعه راجل هنجري محتاج تبقى جعان بتشتغل شغلانه بتعمل ملايين الدولارات طالما بتشتغل شغلانه بتعمل ملايين الدولارات يبقى محتاج انك تعمل ملايين الدولارات وشوف ايه الحاجه اللي تخليك تعمل الكلام دوت وروح ركز فيها ما تركزش في اي حاجه تاني في العالم ده كله واخيرا الافعال صوتها اعلى من صوت الكلام خليني اتكلم معاكم يا جماعه واقول لكم ان الخمس صفات دول هم الصفات المشتركه ما بين اي حد ناجح في البيزنس دوت عايز تبقى ناجح في البيزنس دوت انت محتاج انك انت تطبق الخمس صفات دول وتعمل الخمس حاجات دول بكل ما تحمله الكلمه من معنى عندك اوبورتيونيتي عظيمه جدا عندك فرصه رائعه جدا في خلال شهر 8 خلال شهر اوجست يا جماعه اللي احنا موجودين فيه او اللي احنا دخلنا فيه النهارده عندك فرصه عظيمه جدا انك تعمل بالصفات ديت وتبدا بالصفات ديت وتبدا تشتغل عليها وشوف الفرق اللي هيحصل لك عامل ازاي وشوف فرق النتائج بتاعتك عامله ازاي وشوف فرق النجاحات اللي هتحصل عندك هيكون عامل ازاي وشوف علاقتك بالابلاين بتاعك هتبقى عامله ازاي وشوف علاقتك بالداون لاينز بتوعك هتبقى عامله ازاي وشوف مكانك هيكون فين يوم 1/9 اللي جاي في الكايزن كل اللي جايه شوف وتفرج وشوف ان النتائج ديت قد ايه هتغير لك المسيره بتاعتك كلها جوه الشغلانه ديت طب في اسلام ناس بتبقى يعني عندهم الصفات ديت وناس لا يا جماعه كلها صفات مكتسب انا لما بدات البيزنس دوت زمان يا جماعه انا ما كنتش شخص امتي كاب ما كنتش كوتشبل اتعلمت ابقى كوتشبل انا يا جماعه مثلا ما كنتش شخص ممكن بعمل اكشنز كتير اتعلمت اعمل اكشنز كتير حضرت تدريبات كتير والكاباستي بتاعتي زادت وبقيت بشتغل كتير فتعلمت الكلام دوت الجميل والمطمئن والخبر الحلو اللي في الموضوع دوت يا جماعه ايه ان الخمس صفات دولت خمس صفات بيكتسبوا وعايز اقول لك اكتساب الخمس صفات دولت بيبدا او خلينا اقول لك الخمس صفات دولت لو عايز تكتسبهم محتاج تعمل حاجتين اكتب عندك الحاجتين دولت رقم واحد انك تكون مقرر مقرر انك تكتسب الصفات ديت رقم اتنين انك تعمل الحاجات ديت كتير يا جماعة كتر ممارسة الشيء يصبح عادة كتر ممارسة الشيء بيصبح عادة لما بتشتغل كتير بتبقى هارد وركر مش انت عشان هارد وركر بتشتغل كتير بتعلم نفسك مهارة الهارد وركينج والشغل كتير بتعلم نفسك مهارة انك تبقى امتي قبل. يا جماعه التواضع يا جماعه صفه لو دربت نفسك عليها تبقى متواضع، يا جماعه الانشغال صفه لو دربت نفسك عليها تبقى منشغل، يا جماعه الهارد ووركنج صفه لو دربت نفسك عليها تبقى هارد ووركر، كل الصفات اللي في الدنيا هي عباره عن ايه؟ حاجتين، رقم واحد قررت ان انا يبقى عندي الصفه دي، رقم اتنين يا جماعه اني مارست الحاجه ديت كتير، واخيرا في نهايه كلامي لكل الناس اللي موجودين قبل ما نخلص الكول بتاعتنا لو انت لسه بادئ البيزنس دوت جديد المفروض تعمل ايه؟ المفروض انك انت تموت نفسك من النهارده لحد يوم 15 في الشهر اللي احنا موجودين فيه دوت لحد نص شهر اب نص شهر اوت نص شهر 8 اغسطس اوجست تموت نفسك ليه؟ عشان خاطر انك انت تعمل جيد اكزيكتيف لو انت شخص جديد. لان في بعض الناس بعتت لي على الشات وقالت لي ايه؟ قالت لي والله انا لسه بادئ جديد السفاير اكزيكتيف ممكن تبقى صعبه قوي بالنسبه لي. يا جماعة أول الغيث قطرة دايما يا جماعة الحاجة الكبيرة بتحصل عن طريق حاجة صغيرة الرحلة الفظيعة بتبدأ بخطوة واحدة بس ولكن الأهم من أي حاجة في الدنيا أنك أنت ما تكونش واقف مكانك أنك أنت ما تكونش واقف مكانك ما بتتحركش لو شفت التارجت صعب بتقول خلاص كده مش هتحرك اما لو شفت التارجت عادي ممكن يبقى صعب بالنسبه لواحد لسه بادئ البيزنس دوت جديد انه يعمله في شهر ولكن لو عمل جيد اكزكتيف من النهارده لحد يوم 15 8 فعايز اقول لك ان انت قطعت 80% من الصعوبه بتاعه الموضوع انت خلاص كده يعتبر قطعت الشوط الاكبر من الموضوع من هنا لغايه يوم 15 عملت جيد اكزكتيف اقدر اعمل السفاير من هنا لغايه اخر الشهر وانت حاطط رجل على رجل بمنتهى السهوله ولكن ما تفكرش في السفاير اكزكتيف فكر في الجيد اكزاجاتيف ما تفكرش في تارجت نهايه الشهر فكر ان اخر يوم في الشهر هو يوم 15 في الشهر لو عملت الجيد اكزاجاتيف هتلاقي نفسك عملت فلوس كتير بنيت قاعده كبيره حماسك بقى عالي مهاراتك بقت عاليه ايمانك بقى عالي بقيت شخص مشغول بقيت شخص بروبلم سولفر بقيت شخص ريكروتر بقى عندك صفات كتيرة جدا هتؤهلك انك انت تعمل السفاير من هنا لغاية اخر الشهر وتعمل ال 5000 دولار اللي انا اتكلمت عنهم وعايز اقول لكم في نهايه الكلام بتاعي يا احلى كايزن اورجنايزيشن في العالم انا متحمس جدا جدا للشهر ده ودايما شهر اغسطس يا جماعه من اكتر الشهور اللي بتعمل عندنا بومينج في الريزلتس بكل ما تحمله الكلمه من معنى اكتر شهر بيعمل ترقيه للرتب اكتر شهر بيعمل نجاحات اكتر شهر بيعمل انجازات وده كده كده ان شاء الله هيحصل ولكن الاهم بالنسبه لي هو انك انت تكون جزء ان شاء الله من الحاجه اللي هتحصل ديت شكرا لكم يا كايزن اورجانيزيشن كل سنه وانتم طيبين واغسطس سعيد عليكم جميعا ونلتقي قريبا ان شاء الله تحياتي لكم جميعا من هنا من القاهره لكل كايزن اورجانيزيشن في كل حته في العالم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته